هي الحته الياباني عجباني. شيكاواتي كوماني وا كونيتشوا كونيتشوا مروان سيري. انا ما بعرفش اكلم ياباني. ايه ده؟ بس انا عارف انك بتتفرج على الدراما الكوريه. لا كوري. اه الياباني لا. طب ما تدينا حتتين كوري. لا يعني في الكوري مثلا اللي هو حد يخش يقول له هو ايه سلام عليكم بتاعتنا مثلا. بدانا قول تاني قول تاني يا عم الراجل. بقول لك في الكوري مثلا لو حد يدخل اللي هو بيحيي الناس يوزيو. يلا عم يلا بالله عليك يوزيو. قول تاني كده ورا. قول تاني ورا يوزيو يوزيو. لا احنا كده بنقول لهم سلام عليكم. يوزيو رزيا. قول كده قول يوزيو رزيا. يوزيو كوري. ده كوري. كوري بس ياباني. ما احنا بقى احنا جايين نأجج. واي حد عنيه ضيق. لا احنا جايين نأجج العداوة. نأجج العداوة. ده كوري ايه بقى؟ دي كوريا القمح. اه. نخش عليها. فوق بقى. اه. ايوه انا اللي فوق. فوق. ايوه. فوق عشان الدنيا. ايوه السؤال. احمد في شعرها جاي كده. حاضر. ايوه. السؤال. عشان الكاركتر. السؤال. كاركتر الجو الاسيوي. كوريا الشمالية فين وكوريا الجنوبية فين؟ كوريا الشمالية. بص كوريا الشمالية شمال كوريا الجنوبية. بالظبط. وكوريا الجنوبية جنوب كوريا الشمالية. مش محتاجة حاجة. محتاج بقى الإجابة دي. أنا محتاج الإجابة دي. مش تقول لي فوق وتحت. صدق وصدق بالله. أنا هجيب السؤال ده في كذا من ألعاب الموسم اللي جاي. حلو. ما هيفتكروا. هو أصلاً تعرف الشمال ده اللي هو إيه والجنوب ده إيه؟ أنت عبيط يلا. قول. أنت عبيط قول. لا أنت عارف. لا قول استنى. استنى استنى. قول. يلا الشمال. الشمال والجنوب. لا على فكرة صح. يوم انت الشمال فوق والجنوب تحت. مش هي محتاجه يعني. لا لا هو بص عقلي. طب استنى بس هي عقليته مصديه. اه بس مش للدرجه. لا الشرق والغرب. ايه الشرق والغرب؟ لا ما تصعبهاش على الولد. ما تصعبهاش على الولد يا ابني. وانا قلت لك يا ابني ان انا عالم يا ابني. عالم عالم. الشرق والغرب بقى عالم. السودان في شمال افريقيا يا استاذ عمر. خدت بالك انت؟ كل الناس اللي جنب ليبيا. ساب كل الناس اللي جنب ليبيا ولا السودان. انتوا كنتوا بتحرقوا كنت. بس جو لايق عليه الطقم الياباني. لا انت لايق عليه اكتر. ده عشان عندي ايه يعني؟ لا انت فورمه. بتنمر عليه؟ انت عينك ضيقه؟ لا. لا. لا والله؟ واسعه؟ انا عيني مضيقه. انت عينك ضيقه؟ لا انت تعبان. انت الوحيد اللي بتشمبر معانا. تلبس نظارات. صح على فكره واحنا كلنا. لا ما هو عشان يبقى فيه كونتراست يعني. احنا الثلاثه لابسين نظارات بس انا لابس تيشرت اصفر. انت شايف انتوا الثلاثه لابسين ازرق بس هو من غير نظاره. صح. فاهم ازاي؟ احنا الاربعه دي قدام الكاميرا بس ورا وائل ورا كده يعني. صح صح صح. انا بلبس نظاره بس بلبس لينسز. يا راجل بجد والله. الدكتور قال لي ما ينفعش تعمل ليزك. انت نظرك كام؟ طب ما تلبس نظاره. 3 ماينس 3 وماينس 2. يعني انت دلوقتي دي لابس لينسز؟ اه. طب دول كام؟ تعالى تعالى. لا هي مش لا انت هتدفعها له. ايه ده؟ ايه مش لون. انت هتشوفها ازاي؟ شفافه. هتشيل اللينزز. ايوه هتاكد. هحفع عينك. طب ده هيغزقلك عينك يعني. انا لو شلتها جت معايا يبقى شلت الكفر. شلت الكفر. انت اتخرقت يبقى كده راح النني. مش قصتي ده النني وصلاح. بس كل مره راحت. اللهم صل على انت عشان هتروح الحفله اعرج تطلعني اعمى. روح الحفله عرج. هيطلعك اعور. طب اللي عايز اعور اروح كده وهو يروح كده. نطلع بقى للناس بقى وجو بقى وتحط البتاع يعني. ما مش هينفع الناس. السلام عليكم يا جماعة الخير. انا مش جاي. حد يسندك وحد يمشيني الناحية التانية. نزلني السادات يا ابني. نزلني محطة السادات. يعني خلي في حد يلم يعني. انا هشيلك جو يخش. بس احنا الثلاثة داخلين مش هيسع جو يمسك. انا هدخل ازاي المصر؟ هنشيلك بالسطر. الجمهور هيشيلك لفوق. بس اوعى يسيبك زي ما تحت. اوعى حد يسيبني فجأة. الجمهور هيرفع. بس خلي بالك اوعى حد يسيب فجأة. خلي بالك في انهم يسيبوك. الفكرة في انهم يشيلوك. خلي بالك في حركات مش لطيفة بتتعمل. اه ما هو كده يعني. انا بقول لك الفكرة في انهم يشيلوك مش يسيبوك. انت اللي مش مجمع. انزل زي ترقصني كده. مش هاجي كده. لا هنرفعك. انزل زي بريت هارت من فوق بحبل. انت هتاخد. انا عايز انزل بواير. اما ده اللي بنقول انزل بواير. من فوق من المسرح من فوق انزل كده. عشان بدل ما يبقى صليب يبقى كسر رجلي. اخاف من اللاندنج. اللاندنج مين هيلقف؟ مين هيقوم؟ ما انا هنزل على الب... على همسك على الكرسي. ايوه على الكرسي. صح. وجو ينزل متدلدل من السقف برضو زي ميشن امبوسيبل كده. ايوه. وانا اخش بالدرون. اركبوني على درون كده بتاع السينما ده واقوم داخل ونعمل عرض. ما فيش سوى حاجه. مش هكمل 10 دقايق. اه مصر هينفجر. مش هكمل 10 دقايق. ده كده بقى سيرك. ما بقاش هتنورنا دوك ان شاء الله في الحفله. شكله مسافر. بالعكس انت عشان تضمن الحضور انا مش جاي. شكله مش فاضي. لا يا ما تقولش كده والله. لا والله لا والله ده انت تنور اي مكان. يا ريت كلكم تحضروا الحفله عشان انا مش جاي. لا ما تقولش كده والله. نزعل. لا صدق نزعل بقى. انت كده ضامن فول بورد. لو انا جاي الناس اللي حجزت هترجع التذاكر. والله ما تقولش كده. ما تقولش كده ازعل. يا
عم والله هزعل. سبحان الله. تشرف اي حد عشان راجل بجد. عامل ايه يا دوك؟ الحمد لله. اخبار الكوره ايه والتوقف الدولي؟ اجازه. خدت اجازه و اجازه طويله. طرقعت لها؟ لا لا لا، مجنون اللي اتكلم في الكوره في التوقف. بس مش عادتك انت، كنت في العادي تنزل. لا بس نزل حلقه برضو عن كل بانر. لا بس ده بيضحك عليه. متسجله من قبل قبل التوقف. متسجله من هو شغال ريلز دلوقتي. انا شغال في الريلز. شغال ريلز قبل الماتشات بعد الماتشات. انا زميل بلال حداد على طول. شغل شغل التطور وحياه ربنا في الريلز جامد قوي. لا لا والله مش 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 فكره تطور، هي الفكره ان الواحد يعني ساعات ساعات في حاجه بتبقى فيها المعلومه يعني مش محتاجه، يعني مثلا ماتش مصر وموريتانيا في التوقف الدولي يعني مفيش غير الجول. في ايه غير جون ابراهيم عادل؟ مفيش. صح. والناس يعني بالصدفه افتكرت ان في ماتش للمنتخب يعني انا فتحت بالصدفة. فانا بخاطب مين؟ مفيش حد. تقفش على اليوتيوب؟ ايه؟ قفش على اليوتيوب؟ هو اليوتيوب بقى دمه تقيل عامة. وبعد الايميل اللي جالنا ده بقى دمه تقيل قوي. لا لا والله سيبك، تحت اي ظرف هتشتغل، يعني انت في اي حال في اي يوم في اي ظرف في اي دنيا هتشتغل. تضحك على ايه؟ هي الفكره ان المنصه نفسها تجالك الايميل ما بقتش بتحاول تسهل عليك المواضيع، ما بقتش لقى لها ماسكه. يعني انت مثلا فاكر انت الواحد كان يشتغل الفورمات اليومي مثلا في فتره كان هو اللي شغال كويس، فتره ثانيه الفورمات القصير هو اللي شغال كويس، فتره ثالثه بيدعموا الشورتس، فتره رابعه لا اللايفات، لا اللايفات لا الفيديوهات الطويله والثنائيات والثلاثيات. هم عايزين مننا ايه؟ خير ان شاء الله. هو مخمضه كل شويه حطك في الخلاط كده يعني كل شويه السياسات بتقول ما علينا، يعني احنا دي حاجه ما تخصش الناس اظن يعني. لا بس احنا عبس شامل انت عارف، اشوف اي حاجه الناس عشان بس ما يشيلوش الهم يعني. لا يشيلوا معانا زي ما بيفرحوا معانا. هو لو مشاركنيش في الهم يبقى هيشاركني امتى؟ في الفرح. مش كلها فرح؟ هيشاركك في الفرح. هو ليه يشاركك في الهم؟ او لما الدنيا تيجي عليك هيدوس على الدنيا معاك عليك عادي ان شاء الله. ده طبيعي برضه، لما الدنيا تيجي عليك هو هيجي عليك. الدنيا فاكر السنه اللي فاتت كنت بقول لك ايه؟ مغمق خالص. حدش بيشبع. حدش بيشبع بالظبط. حدش بيشبع. ناس اول ما هدأت. الناس عايزه تبقى مبسوطه. هو صحيح انا جاي والله افتكرت حاجه دلوقتي يعني. هو فين حلقات اضرب مع سر؟ في كازينو. ايه دخل ده بده؟ ما كازينو الضرب مع سر. ايوه ايه دخل ده بده؟ لا ما عشان ما ده فورمات وده تشتت الناس فيه. موسم يخلص كازينو ان شاء الله ننزل باضرب. انت كسول في صناعه المحتوى. انا راجل تيل ليه؟ والله كسول تيل ليه؟ ده انت مع اتنين اصلا مش كسله خالص في صناعه المحتوى. احنا كنا بنتكلم في موضوع مهم وانت دخلتنا في موضوع ملوش اي 30 لازمه. شكرا ميرسي جدا. اي خدمه. لا وبص مين بيتكلم اللي بنتحايل عليه يعمل حلقات. بص لا انا من بعد الصليب خلص. قال يعني قبل الصليب انت الصليب كنت خلص. لا لا بتكرر حلقات. كنت الهداف التاريخي. كنت الحمد لله شغال حلو. شفت بدع نفسه ازاي بقى؟ جيت انت اللي بيته من ازاز. قبل الصليبي كنت تمام، بعد الصليبي منتفي شويه. مين اللي مسكك بالعافيه جابك هنا عشان نصور حلقه هنا؟ مين جالك غصب هنا وصورنا حلقه غصب؟ ايوه من غصب عنك صورنا. ايوه وبعديها انطلقنا الحلقه. مش بمزاجك احنا صورناها غصب عنك. انا ما خدتش رايك، احنا دورنا الكاميرا وبعدين ربنا سهلها. تقول لي اضرب مع سري 8 حلقات كازو نازلين ورا بقى تيكي 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 تيكي. ناقص حلقه كده صح؟ ناقص حلقه مش اي حلقه. وهل تكون الحلقه دي رهيبه؟ هي الحلقه الاخيره كده لازم يستنوه. تستور شويه فيه. لا لا ماليش دعوه. بس لا دي جامده. انا انت حضرت التصوير؟ حضرتها كلها. حضرت انت شفت اقوى حلقه بالنسبه لي اقوى حلقه في كاس الالعاب. حاسس ان هم بيتكلموا في حاجه مش واخد مش فاهمها بس يلا. ايوه بالظبط. هشرح لك الفاصل. الخميس الجاي هشرح لك ايه اللي حصل عشان ما نحرقش فيه للناس. المهم افتقدنا الكوره؟ لا 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 يلا حلو قوي. شوف تعمل لايك يا زيعه الحفله. اللينك في التذاكر في الديسكربشن. اللينك في التذاكر ان شاء الله في الحفله نتكلم فيها في كل اللي احنا عايزينه. هتكون وحشتنا الكوره. هتكون وحشتنا الكوره. احنا كده عملنا 10 دقايق كده عملته 9. طب خلاص عدت الاعلانات بس خلاص والله. حط بقى الانسرتات بتاعتك ولا السلام عليكم. يلا عايزين حاجه وكفايه رزق قوي لحد كده. بكم يا رزيعة في بودكاست رزع الجمهور. البودكاست اللي بيأتيكم كل جمعة الساعة 3 في ميعاده إلا الجمعة القادمة. ليه؟ لأن الحفلة يا حبيب. الحفلة يا بابا. إحنا بنقول في إيه وإنت بتقول في إيه؟ إحنا عم عندك ميعاد مهم ولا حاجة؟ لا لو مش جاي يقول لنا. لا يا عم إن شاء الله جاي. ما تقولش كده.
طبعا الناس يا جماعه انا عارف والله شفنا الكومنتات وشفنا الاراء الناس متضايقه وحقكم وانا عارف ولو ما مكانكم هبقى متضايق بس متضايقين ان الحفله مش هتتذاع اه وده بناء على اشياء كتير جدا يا جماعه لازم يحضروا الحفله يقول لكم اصلا مش هتتذاع اول حاجه ان الحفله دي للاسف طبعا التصاريح بتاعه التصوير وان انت تدفع اكتر واحنا بنكلمكم يا جماعه كده زي الاخوات الحفله وحياه ربنا بعد ما الناس اعترضت برضو على الاسعار مش جايبه همها يعني احنا لسه كنا بنتخانق قبل ما نسجل وانتوا مش غلط الحفله وحياه ربنا ان احنا نعمل حلقه ده افيد لينا بكتير ولكن احنا بنعملها عشان الناس اللي عايز تعيش التجربه والناس اللي كانت مبسوطه والناس اللي عجزت ومستمره انها تكمل معنا في التجربه دي ولكن عندنا عائق المسرح عندنا عائق التصاريح عندنا عائق كمان المونتاج الحفله دي في العادي انت عشان تشوف الحلقه الجمعه عشان تنزل لك الساعه 3 احنا بنصورها غالبا الاربع بالليل عشان نلحق نمنتج ونصور ونحط ونشيل ونعدل عشان الحلقه تكون موجوده الجمعه احنا هنصور الجمعه بالليل فحتى لو كان عندنا مفروض تصريح ان احنا نصور الحلقه عقبال ما تتمنتج يا استاذ عمر يوم الحد تنزل الحد فانت هيكون فاتك ماتش الكلاسيكو اللي اتكلمنا عليه هيكون قدم على الاهلي والزمالك اللي هيبقى بينا خناقه ماتش ليفربول وتشيلسي هيكون بيتلعب في وقتها بالظبط فالخناقه دي للاسف مش تلحق تنزل لان كلها متعلقه باشياء حصلت الخميس وهتحصل السبت فالدنيا هتبقى داخله في بعضها تماما انتوا ميزه الحفلات بتاعتكم ان هي تفاعليه في وقتها يعني مثلا احنا لما بنيجي مثلا نروح ايفنت او نروح مكان او كده الكلام اللي احنا بنقوله يعني انا سجلت مع تيدكس في 11/2020 نزلت على اليوتيوب في 23/22 وعادي الموضوع ريليفنت يعني لانه عام بتتكلم على حاجه يعني لكن انتوا اللي بتعملوه ده انتر اكتف وده احسن للمسرح فكره ان الجمهور اللي قاعد مشارك في كل حاجه عايز يدخل في الكلام عايز يتخانق معاك عايز يتناقش عايز يعمل فدي بتفرق هي عشان كده موضوع ان هي تتصور وبعدين تتذاع اللي هو ماشي ممكن تتصور كدوكيومنتيشن لكن كفكره ان هي مثلا الناس هتهتم ان هي تشوفها ما اظنش ان حد هيهتم ان هو يسمع رايكم في الكلاسيكو والكلاسيكو اوريدي اتلعب بالظبط ما هي دي النقطه واحنا هننزل منها بقى اللي هنقدر ننزله ريلز اللي متابعنا على انستجرام واللي متابعنا على السوشيال ميديا حاول ننزل منها مقتطفات كثيره جدا تكون موجوده باسئله باسئله الجمهور اللي هيشارك معانا كل حاجه هتحصل في الحفله ان شاء الله الضيف اللي لسه هنعلن عنه مفاجاه ضيف قوي جدا ان شاء الله هيبقى موجود البوست بتاعه على السوشيال ميديا برده في الايام القادمه كل ده هنحاول ننزل منه ولكن خلونا نبتدي من بره الدوريات شويه بقى ايه من احنا دخلنا في الكوره ونتكلم على ايه تحبوا تمسكوا مانشيني الاول ولا تحبوا تمسكوا توخيل وقياده المنتخب انجلترا لا مانشيني مانشيني سيء جدا مع منتخب السعوديه يعني انا ما شفتش بجاحه كده في حياتي بيجح بجاحه يعني هو بيكس لا هو مش بيكس هو بيجح بيجح وقليل الذوق وقليل الادب وسافر مع ان هو الغريب مع ان هو الغريب انه كان عاملين بروفا للمشجعين كان في صاله مغطاه كده جوه السعوديه وحتى كانوا جايبين اللي بيبقى مسؤول عن التشجيع بتاع النادي الاهلي السعودي وجايبين مانشيني قدام الجمهور وكلام والدنيا حلوه ويلا بينا وهنسقى وهي فريق باموس بقى وبتاع بس هي المشكله مش في كده هي المشكله ان انا بحس من اول يوم مانشيني جه ماسك فيه منتخب السعوديه وهو عنده حته تكبر على المنتخب هو ليه وقع قبل كده كذا وقع اتكلمنا عليها وقعته اللي برده كانت مهمه جدا لما خرج وساب الماتش لما مشي ده كانت اهانه للمنتخب السعوديه وانا بشوفها ان طب ما هو الموقف ده يتحسس تساؤل اسال جو بيقول هو عنده حته تكبر طب هو ليه قبل من الاول فلوس عشان المرتب اللي هو بياخده قد مرتب مدرب زي لافوينتي مثلا اربع خمس مرات ماشي ما هو اربع خمس مرات ده يتطلب منك انك تشتغل ما هو انت مش عايز تشتغل هنا بقى نحط نحط النقط على الحروف بقى ما هي ثلاث عوامل اولا انت هو قبل ليه لان هو رايح بيئه هي هتوفر له كل حاجه ثانيا هو عارف ان هو هيتعامل معامله الملوك ثالثا هو عارف ان محدش هيتدخل في تفاصيل شغله بس اللي هو ما كانش عامل حسابه بقى ان الكره السعوديه كمنتوج في اللاعب السعودي مش هنضحك على بعض هي في اسوء فترتها ماشي بس انت برضو بترجع انا عايز اسالكم بقى سؤال ثانيه واحده بس جو يعني انا بتكلم في نقطه دايما بتضايقني فرق بين الحد المحترم والحد اللي هو ايه جعان انا بصنفه كده لا وجعان ان انت جاي دوله عايز تاخد خيرها بس في فرق كبير قوي بين اعظم واحد في العالم اللي هو زي رونالدو فئه رونالدو وميسي ده لما يروح السعوديه ويبقى بيشتغل على نفسه ويبقى بيعيط والناس تطلع تتريق عليه انه بيعيط انه خسر كاس في السعوديه لا ده واحد عنده دم ده واحد عنده هو مرتب اوفر ومرتب انا بشوف ان هو خيالي وكان ممكن يقل وكان يوافق ويروح ومرتب بصراحه بشوفه كبير جدا بس الراجل
بيعمل باللي واخده، بيعمل باللي هو راح يشتغل بيه، مش متكبر على الدوله اللي هو رايح. في فرق تاني بين زي واحد زي تيفيز راح نصب عليهم في الصين مثلا، ناس بتروح لمجرد انها تكسب فلوس وخلاص، وما تديش حق الناس، لان انت خدت منهم فلوس، خدت منها فلوس انت اكيد مش هتعملها في اي دوله اوروبيه، ادي بقى للناس حقها. بس خلينا نتكلم بصراحه، هو مش هي فكره ان هو بيدي للناس حقها ولا لا، هو بيحاول ان هو يعمل حاجه. بس خلينا نتكلم في نقطه تانية، هدي مثلا مثال صغير، خط الهجوم في المنتخب السعودي في كام مهاجم سعودي في الدوري السعودي دلوقتي؟ لا وفي كام اصلا لاعب في السعوديه كلها في الدوري السعودي بيلعب؟ في كام مهاجم في الدوري السعودي؟ ده لا، انا بديك مثال صغير، صوره مصغره، في كام مهاجم سعودي في الدوري السعودي؟ يعني حتى في كاس عالم 2022 كان مين؟ صلاح الشهري، مفيش حد ثاني. سؤالنا السؤال، هل بقى الاحتراف اللي احنا كنا بنقول ان اللعيبه بتحتك مع اللعيبه، بتحتك مع لعيبه كبيره والكلام ده كله، هل هو جه بقى بالسلب على المنتخب السعودي؟ ما هي بقى الفكره في ايه؟ اثر طبعا، هي الفكره في ايه؟ ما احنا قلنا في الاول مش هياثر وهيكسبوا خبرات ودي هتخلي اللعيبه السعوديين يبقوا كويسين مع المنتخب، بس هي التجربه دلوقتي بتقول ان هي بالعكس. هي الفكره في ايه؟ كان لازم يتعمل له ليميت. لا لا لا، غير يتعمل له ليميت. هو المشكله في ايه؟ مشكله السعوديه ان هي كبلد هي في الاول والاخر ثقافه اشمعنى، اللي هي نفس الثقافه اللي موجوده في الكره المصريه. فمثلا انت دعمت الاتحاد، دعمت الهلال، دعمت الاهلي، مين تاني؟ النصر، تمام، ادي اربع فرق. بقيت الفرق الاتحاد، دعمت الاتحاد، بقيت الفرق اللي موجوده في الدوري هي بتقول لك طب اشمعنى دول جبت ده مش عارف فلان، بس انا عايز جناح شمال عالمي ما جبتليش، او عايز مهاجم عالمي ما جبتليش. فلما دخلت الانديه بتاعت دوري يلو، اللي هي الانديه اللي تحت، لما بدات تشوف القادسيه بيصعد نيوم على وشك ان هو عايز الموسم الجاي يصعد القادسيه اول ما جه جاب مين؟ جاب كاستيلس، جاب ناتشو، جاب اوباميانج في الهجوم. فنتيجه لكده ان بقى الثمانيه او التسعه الكبار اللي موجودين في جدول ترتيب الدوري السعودي انديه ما تفتكرش فيها 2 3 لعيبه سعوديين. لا مفيش، وحتى كل المتفوقين اشوف يعني السنه اللي فاتت كان في فرقه لو تفتكروا بتوع كاس العالم كلهم راحوا، يعني ارجع لكاس العالم 2022 حتى اللعيبه اللي هي كان دايما يتقال ايه، يعني الهجوم كان في مشكله في المنتخب السعودي في كاس العالم دي متفقين عليه، بس كان دايما عندك مثلا في نص الملعب كنت بتقول كان في كنو كان كويس جدا وكان مادي بشكل كويس، سلمان الفارق قبل ما وسلمان ماشي وناحيه وخط الدفاع كان فيه حسان تنبكتي كان عامل كاس عالم هايل جدا، وسعود عبد الحميد كان عامل، والبليهي الوحيد اللي بيلعب تقريبا، ما البليهي بيلعب، البليهي مش صغير كمان، 6 دخل 6 بالظبط. فانت كنت بتشوف لعيبه. النهارده الهلال مثلا انا هلعب كنه فين؟ اذا كان عندي ما هو راح بقى الفكره هنا يا مروان، هي المشكله فين؟ المشكله ان انت عايز تعلي جوده المنتج بتاع الدوري السعودي، بس خلينا نعترف ان بسبب ان الانديه بتغير من بعض انت وصلت لمرحله ان انت ما عندكش مساحه للاعب السعودي قوي. بمعنى ونجحوا في اللي عملوه، يعني هم كهدف تقويه الدوري الدوري قوي، احنا مش مختلفين، الدوري قوي، بس كواليتي اللعيبه السعوديه نزلت. يعني على سبيل المثال هتدفع بقى حاجه قصاد حاجه، على سبيل المثال هتبص على كل المنتخبات اللي موجوده في اسيا دلوقتي اللي هي المنتخبات العربيه، كل منتخب عنده مهاجم قوي. يعني مثلا انت في قطر عارف ان انت عندك المعز علي واكرم عفيف، في الاردن عندك يزن النعمات وموسى التعمري، في العراق ايمن حسين وعلي جاسم، تمام، مين زي ايمن حسين في السعوديه؟ مفيش. والحفاظ على اللعيبه، يعني احنا شفنا جيل هو ما عرفش يتاهل من المجموعه، بس هو كسب الارجنتين، كان عامل ماتشات جيده جدا، هو من ساعه ما كسب الارجنتين ما كسبش حاجه، يعني الجيل ده حتى ما حافظتش عليه، ما بنيتش عليه. هو يعني المشكله كمان، عايز اقول لك بقى على حاجه كمان، هي المشكله كمان في الدوري السعودي ان تحس ان الهلال في حته وبقيه الانديه في حته، الهلال في حته في كل حاجه، يعني حتى الهلال عنده اقوى، بالنسبه لي الهلال اكتر فريق متكامل. ليه؟ وعنده اكتر محترفين متكاملين مع بعض كفكره ان هم متكاملين مع بعض، وعنده اقوى تشكيله من لعيبه سعوديين. يعني انت النهارده بتشوف هو راح جاب متعب الحربي مثلا عشان يلعب في الجبهه بتاعته في يغطي في حته معينه. هو يا باشا سعود عبد الحميد لما خرج رحت عوضته بكانسيلو على طول، بكنسله ما استنيتش جبت حد سعودي تاني. ولو تفتكر لما حصل السنه اللي فاتت والسنه، لا بس سيبك ده كويس، بالعكس ده كويس انه طلع ياخد خبرات ويكتسب خبرات، بس ده الوحيد اللي كان بيشارك، بس قصدي ايه،
ان انت حتى المدافع حسان تنبكت لما رحت جبته من الشباب السنه اللي فاتت كان عليه خناقه ما بين النصر والاتحاد والهلال والثلاثه بيتخانقوا عليه واحنا وارقام كبيره ارقام خياليه 24 مليون دولار بقى ارقام خياليه بدفع اغلى لاعب تقريبا ده في تاريخ السعوديه اظن لا مع متعب الحربي اظن كسر الرقم ده صح متعب الحربي انا مش فاكر يعني ما علينا لان متعب الحربي كان برضو كان في اتفاق ما بين النصر والهلال وكان خلاص النصر خلص كل حاجه وبتاع وفجاه الهلال دخل اما خلص متعب الحربي. الفكره بقى هو اللعيب السعودي ليه ما بيحصلش حاجه من الدوري؟ ان يا جماعه زي مثلا في الهاندبول مثلا هنا في مصر عاملين حاجه لطيفه جدا ان انت كلاعب ما ينفعش انك تروح تلعب في انا عارف ان ده قوانين تمنع في الفيفا والكلام ده كله بس انت على الاقل كلاعب انت بيبقى عندك سنس انا هروح اقعد هبدا بلعب في الهلال على عيني وراسي اكبر فرقه في السعوديه تمام يا معلم بس هل انا بلعب اصلا هل انا بشارك ولا محتاج ان اروح اتنقل مكان تاني حتى لو هنزل العب في فرقه اقل شويه بس هلعب ده اللي اظن ده اللي سبب عندي حل تاني دي المشكله انا عندي حل بسيط جدا انك تقلل من المحترفين المرشحين المشاركين في الفريق الاول ما هو ده عامل لك بدل ما عندك كواليتي هم زودوه تقريبا هم زودوه خلوه 10 وعدد المحترفين عدد المحترفين في اسيا كده فرقه كامله ده في اسيا كمان زودوه و10 لعيبه انت هتجيبهم طبيعي انهم هيشاركوا يعني النهارده ما انت هيلعبوا طبعا فمعاد مثلا حد سعودي بيلعب وبالتالي مش هتلاقي منتخب السعودي لا بيأدي في امم اسيا ولا هيصعد كاس العالم عشان كده حتى السنه اللي فاتت لو تفتكر سلمان الفرج لما كان بيلعب ماتشات دوري ابطال اسيا كان الجمهور بيزوم عليه برغم ان هو من اساطير الهلال نيمار لان هو باين ان هو اقل بكتير نيمار نفسه لحد دلوقتي اصلا مش زي ما تشيني كده ما اشتغلش بالفلوس اللي بياخدها نيمار جاي يلعب على مين نيمار جاي شاير نيمار جاي يلعب على مين على سالم على سالم اهم لعيب في تاريخ السعوديه من وجهه نظر انا فاللي هو انت جاي جايب نيمار واكتر صفقه انت المفروض بقى دافع فيها ومديله فلوس لو اتعمل له بروباجندا بنت لذينه وجايبه على اهم لاعب في السعوديه هو ما كانش جاي على سالم هو كان جاي ان هو مالكم هيروح لليمين ونيمار تحته قصه بس في الاخر سالم هيروح عايز اقول لك على حاجه انا حاسس ان خيسوس اصلا مرتاح ان نيمار مصاب هو عارف ما دي حقيقه اصلا هو من اول ما جه هو متقر الفرقه هو خيسوس اصلا عارف ان نيمار لو دخل الفرقه هيفركش الفرقه وجمهورنا الهلال ما عاجبه كده فهو خلاص الفرقه لان الناس كتير كانت على فكره جمهور الهلال من الناس اللي انتقدت جدا جدا اداره الهلال لو تفتكر في وقت لما الاتحاد كان بيجيب بنزيما والاهلي بيجيب فيرمينيو ومحرز والنصر بيجيب كريستيانو فساعتها جمهور الهلال ايه انتوا جايبين لنا بقى متروفيتش وروبن نيفيز ونجحوا ليه نجحوا لان خيسوس بذكائه بعبقريته قدر ان هو يخلق منافسه ما بين اللعيبه دي قدر ان هو يخليه انت بتتفرج النهارده على اللعيب الاجنبي في الهلال بيلعب كانه ميت عشان ما فيش لعيب اجنبي في الهلال كلاس ايه ولا لاعب من دول كلاس ايه يعني انت عايز اقول لك حاجه بصراحه العام متروفيتش عايز اقول لك حاجه ايوه بس متروفيتش ده في اوروبا اخره كان ايه فولهام روبن نيفيز ده اخره كان ايه بس واحد جايبه بيجيب 20 جون في الدوري الانجليزي ما انا فاهم ما هو يعني ده السبب ما هو جو قالها لك قال لك السبب ان في تنافسيه ده جاي عايز يثبت للنادي اللي هو رايحه ان انا استاهل الفلوس اللي دفعت فيها برغم ان هي ولا حاجه مقارنه بالخلي بالك وخيسوس عامل لهم حاجه فكره انا ما عنديش كبير لان انا اللي بره عندي السعودي بقى اللعيب السعودي جامد ده بيلعب في المنتخب دي لعيبه دوليه فانا اقدر النهارده انا اسف اشيل كوليبالي يعني لو انت يا كوليبالي عملت لي مشكله وقرفني لا يا باشا لا شيل كوليبالي حط تمبكتي هلعب حسان تمبكتي فهو عمل قدر ان هو يخلق ده الفكره بقى لما تيجي ترجع للمنتخب السعودي سبب الدروب اللي حصل من هيرفي رينار بالشكل اللي احنا كنا شايفينه مع هيرفي رينار لمانشيني ده حصل ليه ده حصل بسبب سواء بقى ان لعيبه كتير ما بقتش تلعب حصل برضو ان معدل اعمار اللعيبه زادت وده لازم حاجه تاخدها في حساباتك جدا تمام وبدا ان اللعيبه اللي بتطلع من تحت مش ما بيطلعليش كتير ما انا برضو ما بيجيليش من تحت كتير لان انا النهارده تلاقي لي يا عم عندي لعيب كويس قوي ممكن في لعيبه بتطلع كويسه وصغيره انت عندك عبد الرحمن غريب اعتقد في النصر لعيب كويس عندك مين تاني اللي هو تحسه ستايل اوزيل قوي كان اسمه ايه مش متذكر برضه كان في النصر او في الاتحاد في نادي من الاثنين ولد كويس كده برضه سعودي مش هي الرؤيه العامه عامه في لعيبه يعني في ثلاث اربع لعيبه يعني حتى انت عندك حتى زكريا هوساوي لما كان ماشي كويس الاول زكريا هوساوي دماغه مسوحاه وفجاه خلاص هبت معاه في دماغه شكرا هي زكريا هوساوي مشكلته ان دماغه مسوحاه دي المشكله بس سيبك عشان برضه ما اخرجش بره الموضوع ده مانشيني من اول يوم واضح جدا يعني لما بيسالوه هو ليه سالم
مين اللي قال لسالم يشوط ضربه الجزاء الاخيره؟ قال لهم اسالوه. هو في حاجه اسمها كده؟ هو في مدرب يطلع يقول كده؟ انت مدرب مهزأ. انت معنى ان اللعيب قرر حتى لو انت مش مدي تعليمات واللعيب قرر ان هو يخش يشوف يشوط الكوره وانت مش موافق، انت مدرب مهزأ. ممكن يكون الردود دي ان هو مستني يقول له شكرا عشان اخد شرط الجزاء. هو ممكن يكون جزء من الموضوع ان هو عايزهم يقلوه عشان هو ما يلعبش دماغه. هو عايز يمشي. امبارح وقعت الجمهور دي وقعه برضو يعني من الحاجات الغريبه جدا بصراحه. شتم الجمهور يعني وشتم شفتها؟ فلا بالسلامه مانشيني. وحتى ردوده كمان في المؤتمرات الصحفيه غريبه، يعني اللي انا تابعته على ماتش اليابان يعني ان المنتخب السعودي ما جاش. طلع قال لهم لا احنا بالارقام والاحصائيات احنا نستحق. وقعد يوزع طابع الاحصائيات وبيوزعها على احنا نستحق نكسب والارقام اهي، واليابان راحوا بهجمتين جابوهم. وحتى في لعيب من المنتخب السعودي عمل لقاء بعد الماتش مع مراسل مش فاكر قناه ايه، ده شفته المراسل بيقول له انت احنا مع المنتخب سيء واحنا انتوا ما رحتوش ولا هجمه. قال له انا مختلف معاك، المنتخب الياباني راح بكورتين واحنا كنا مسيطرين طول الماتش. فكرني بمحمد طارق لما قال لك المغرب راح بست كور على الجول، فاللي هو جاب ست جوان هنعمل ايه؟ فلا الوضع سيء، وما اعتقدش منتخب السعوديه هيصعد كاس عالم ولا هيبقى فيها امم اسيا. لا لسه لسه فيها الفشل اللي تخصم ظهر البعيد. هو ما وصلش كاس العالم. انا شايف ان هو ضربه كبيره قوي. انا شايف بالمستوى ده ما فيهاش كاس عالم. اصل تسع كاس عالم هتكسب مين؟ ايوه هو بص، هي مشكله، خلينا نتفق ان مشكله مانشيني ان هو مش سياسي، ما بيعرفش. ما هو انت دوك عشان عايز تلحق. هو كان عنده مشكله في ايطاليا كده اصلا. ماشي، ما انت عايز تلحق، عايز تلحق اللي حاصل ده. ماشي بس اللي انا اقصده ان المشكله اللي هي شقين، يعني انت فكره ان انت عايز تقول مانشيني لوحده او تقول الدوري السعودي لوحده، لا هي المشكله اللي هي شقين، هي مشتركه. انا شايف الموضوع مشتركه طبعا، ولازم تحط ايدك على الاثنين. لانه زي ما مانشيني عنده مشاكل، انا شايف برضو ان الراجل، ما هو انا اللعيبه يا جماعه اللي بتلعب معايا في المنتخب دي ما بتشاركش، ده حقيقي. هقدر هلومه على ايه في الحته الفنيه دي؟ انت مستنيه يطلع ايه من اللعيبه اصلا ما بتشاركش؟ عايزين نعرف برضو يا جماعه راي الرزيعه السعوديين في الموضوع ده في الكومنتات، يا ريت يشاركونا. هل هم مبسوطين بتقويه الدوري جدا السعودي والناتج اللي بيحصل في المنتخب الوطني بتاعهم ده شيء مرضي، ولا انت بالنسبه لك يعني تشوف حلول زي اللي احنا طرحناها في الحلقه؟ الحاجه الاخيره بس خالص، انت قلت على سالم ان واحد من اعظم، يمكن اعظم لاعب سعودي. عشان في حمله على سالم دلوقتي، فكره ان ده بيعمل ايه، ده ضيعنا قدام ماتش بولندا في ضيع ضربه الجزاء. لا دي جماهير، اللي هي جماهير الاتحاد والمصري. ما انا بقول لك يعني يعني دي المشاكل يعني عارف دي اللي هو ايه عارف انت اللي هو ايه، زي عندنا مثلا زيزو ده لعيب محلي اللي هو يعني ما انا بقول لك إيه، انا بقول لك يعني حته انسايد يعني الحته دي بجد فعلا. لا سالم، واسمعوا رأينا، سالم هو اللي جاب الجون الثاني في التنس في الارجنتين. لا وهو لا وسالم كمان امبارح على الانستغرام نزل اجوانه مع المنتخب السعودي في الستوري، اللي هو الاهداف في الستوري. لا اهدافه غير عاديه. لا لان الموضوع مسمع معايا، خلي بالك، معنى ان هو عمل كده ده معناه ان هو متاثر جدا بالاراء اللي بتتقال. بس انا بالنسبه لي زي ما خلي بالك، سالم في بيئه الهلال مش هيقع في الفخ ده. طبعا بيئه الهلال مش هتوقعه في الفخ طبعا، لو في نادي تاني اقول لك يقع فيه ممكن يعني. طيب ننتقل الى بيئه انجلترا، حيث جاء الهلال ملوثة. انا ما كانوا يستنوا يا اخوانا جوارديولا، ما كانوا يستنوا. هو بيقول لك، هو بيقول لك انه القرار ده، اعتقد انه توماس توخيل جاي تقريبا العقد 18 شهر 18 شهر بالظبط لحد ما جوارديولا يخلص وده هيجي مكان ده. لا هو جاي، لا لا وبعدين هو جاي كامل الازرق ويروح يمسك السيتي بقى. توخيل هيلعب كاس العالم لان هو جاي هو هيبتدي يبني معاه، هيبتدي من 2025 18 شهر اللي هي تقفل في 6 او 7 2026 اللي هو بعد كاس العالم. هو مش 18 شهر، هتلاقي قبل ال 18 شهر بثلاث ايام عندهم فاينل كاس العالم واخروا عادي. فهي هو توخيل جاي في الفتره دي. بس على فكره انا شايفها خطوه مش عشان انت متضايق منها ليه. لا مش متضايق، بس بالعكس دي خطوه عظيمه، لان هو خلي بالك انا فاهم اللعيبه اللي واحد واحد عامل لعب في الدوري، خلي بالك من حاجه، توخيل سم في حاجه، توخيل مشكلته في انظمه الدوريات ان هو ما بيعرفش يجمع نقط. هو احسن في لكن اديله نوك اوت. يا لهوي على النوك اوت. ما كان قاعد بالعكاز زي في عز ما كان بيتبهدل في الدوري الالماني، كان في سيمي فاينال دوري ابطال اوروبا عادي. صح. وتوخيل عنده ميزه ان هو غير ان هو بيعرف يلعب النوك اوتس، توخيل عنده ميزه ان هو بيعرف يفاجئك في الجيم النوك اوت. يعني هو ممكن ما يفاجئكش في الجيم، بيادبت هو بيقدر هو بيبتدي يعني اتفرج عليه في ماتش سيتي مثلا، هو عارف انا هنزل اعمل قدام انا عارف انا هنزل اعمل قدام سيتي، حتى لو سيتي المفروض على الورق وكل حاجه بتقول ان هو اقوى، بس انا عارف انا هنزل اعمل قدام سيتي. حتى قدام ريال مدريد حاول ان هو يعمل حاجه بس
في الاخر انت بتلعب ريال مدريد. خلينا متفقين ان احنا طالعين من حقبه مدرب اي حد هيجي بعده هتحس بفرق. هتحس بفرق يعني اكيد. هو غريب ليه القرار ده دلوقتي؟ ما هو امتى بقى؟ اشمعنى؟ ما بعد هو ليه قرار؟ هم كانوا عايزين يكملوا مع ليه كارسلي. ليه كان ماشيين مع المدرب ليه الشباب؟ ليه كارسلي كان بيدرب فريق تحت 21 وبعدين طلع بعد الخساره قدام اليونان لما بيسالوه على توليه مهمه المنتخب قال لهم انا اصلا ما طلبتش ان انا ادرب منتخب انجلترا. قال لهم انا ما قال لك هم فتحوا التقديمات للمدربين اللي حابين يتقدموا للوظيفه قال لك انا ما قدمتش وما طلبتش. قالوا له بلاه. قالوا له امسك الفرقه. قال لك يلا بس هو بيتفتح تقديمات تقديم. زي شركه اركيد كده ده على لينكد ان يعني ده ولا ايه؟ على فكره وعلى ده حقيقي والله العظيم. منتخب بلجيكا على سي في تدريب منتخب انجلترا. منتخب بلجيكا كان منزل لينك التقديم على الويب سايت بتاعه والله العظيم. كان زمان ما قدمناش ليه يا عم؟ عارف انت المدرب بطل كاس العالم في الفيفا تخيل بقى انجلترا بقى والله ساكا بقى وفودن خلاص والله صح هتبقى مش هتيجي معانا كانت هتبقى تحفه بس المشكله انك هتحتاج مترجم. دي اسهل حاجه. هو اول حاجه قال لهم فك اوف على طول دي الجمله الشهيره. لا بس خطوه حلوه مبسوطين بتعيينه. لا انا ما بفرقش معايا بسط ما بسطش انا ما بحبش انجلترا اصلا انا مش فارق معايا. لا ما بحبش منتخب انجلترا. خطوه وحشه بالنسبه لنا لان احنا ما بنحبش منتخب انجلترا. اهو شوف ما بنحبش يعني معايا انا بحب منتخب انجلترا. انت تل اللي يقول كده لا انت انجليزي يعني. ليه يا عم في ايه؟ مش بنقعد نشجع في فرقهم انا مش بحبهم يعني لو بقولك يمكن الدور المنتخب بتضايق بس لو هشجع بحب ما بيجي للعيبه اصلا حتى ما بعتلكش تيشرت. لا ابعت لك انت اخويا. طب انا ما بروحش. قال لك ما بروحش. في واحد تاني هناك في مدينه تانية بيتبعت له بيجي له تيشرتات اهو. ليه علاقه بالليفر اليابان بتبعتنا تيشرتات بالظبط. احنا كلنا يابانيين والله. الاتحاد الياباني شافنا باللي احنا بنعمله ده هيستغرب. اي هيدينا القمه الذهبيه. القمه الذهبيه في اليابان لو محتاجينها في حاجه تاخدوا من ين الياباني الفتره الجايه. اوكي انا رايي اسمه الله يرحمه علاء ولي الدين لما قال لك اتعالج في مستشفى ام اليابانيين. طيب نفتح ملف بشوفه مهين جدا. انا عاجبني انك بتفتح في ملفات وبتقفل لوحدك. ادينا الملف الثالث خلصنا كده ملفين الثالث يلا ريد ديد ريدمشن. المهين هو اقاله سير اليكس فيرجسون من منصبه في مانشستر يونايتد. الراجل كان بياخد في السنه 2 مليون حاجه حزينه جدا يعني بالنسبه لقيمه سير اليكس سكة. بالنسبه للنادي طبعا فعلا. عشان الناس بس ما تتكلمش سمي دعم 200 جنيه تبقى لحسابك. استنى بس لو 2 مليون في السنه كام في الشهر؟ ال 12 فيها كام يد؟ 24000 استرليني في الشهر ومتضايق. لا ال 2 مليون في السنه. ايوه 240000 اكيد. انت لخبطتوني ليه؟ انت عايز ايه؟ بياخد 2 مليون استرليني في السنه بياخد كام في الشهر؟ بيحسب متوسط الراتب في الشهر يعني بياخد له مثلا بتاع 180 مثلا يعني. طب يا عم في ايه؟ ما الدنيا مزهزهه. لا بالنسبه للسير اليكس بالنسبه للنادي انا بشوفها حركه يعني سير اليكس شايفها قليله. لا السير اليكس ما شايفهاش قليله. هو كان بياخدها في قيمه تشريفيه كده ان هو بيبقى منصب شرفي يعني. منصب شرفي. لا هو كمان هو وبعدين كان بيحضر الماتشات زي ما هو عايز عشان ليه الدخول. هم سحبوا الكرسي بتاعه كمان. سحبوا. لا قالوا له لو عايز تحضر الماتشات احضر بس ما تشوفش ادفع التيكت. بس ما نشوفش خليتك في اوضه اللبس يعني اوضه اللبس ما تدخلهاش. لا هم كمان لا هم شالوه من النادي. ما هو انا بشوف حيثيات القرار يا استاذ احمد. لا يعني مثلا هم اكيد لو مشوا انتوني ووفروا مرتب انتوني هيبقى احسن مليون مره. لا هي يعني مثلا ان هم يهينوا السير اليكس فيرجسون مثلا. هو يعني ايه الاستراتيجيه؟ الاستراتيجيه ان هم بيخلوا توفير ال 2 مليون. ايوه هم ال 2 مليون يعني دول عاملين ازمه. هم اللي مأزمين بقى ومبوظين الملعب. هي دي اللي منعت الشامبيونز ليج وموقفت النادي. هو ده بقى السبب ان انت ما عملتش جاكوزي مثلا اللي رونالدو كان بيتكلم عليه. هيبتدوا بقى يجيبوا شوف ال 2 مليون دول يعملوا شوف ال 2 مليون دول يعملوا كام جاكوزي. انا عايز اقول حاجه يعني وصحوا لي معلومه ان كنت غلطان يعني. هو مش مانشستر يونايتد ده نادي غني المفروض ومعاهم فلوس فشخ. طب امال في ايه؟ هو ليه انا حاسس ان هو بي 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 عايز يبقى برشلونه في نفس الوقت. ما هي دي السياسه الجديده. مع ان هم مش برشلونه يعني قبل احنا عندنا ازمه اقتصاديه اهم عنصر يا فاجر. هو غالبا قبل ما السوق ياكله وهو بيحاول ياكل السوق. فاهم ازاي؟ يعني قبل ما ابقى برشلونه انا بدل ما اجيلي المصيبه انا اقدم. انا مش يعني ماشي انا بحاول اهدي شويه.
الناس اللي مش فاهمه طبعا يا جماعه، هو اتسحب من مرتبه، هو كان راجل بياخد 2 مليون مرتبه يعني، اه سحبوا له شالوا جاله فيزا مش عارف ماشي جاله عن طريق انستا بي تم سحب بيرول ويف ما بقاش يقبل ان انت بس تيجي تعمل على صوت فيلا في الساحل الشمالي الايرلندي ده. بص يا باشا، مانشستر يونايتد ده فاضل له تكه باللي هو بيعمله ده والله العظيم، وهيبقى عادي نادي عادي. انا والله خفت على الراجل، انا خفت على الراجل يموت مثلا ولا حاجه. انا هو كده كده ولو مش محوش شبكه له يموت اصلا في الملعب. لا لو السير مش محوش شبكه يا عم، لا مش من فكره التحويش، فكره الموضوع نفسه، ان انت تصحى في يوم الصبح انت اسطوره النادي، انت الاسطوره يعني الاكبر في النادي، ويجي يقول لك شكرا احنا مش لا. هو القرار كبابليسيتي وايز هو غبي جدا تمام، بس ممكن يكون بزنس وايز. هم ليهم حسبه يعني، حسبه ايه يا راجل؟ مفيش حسبه، مفيش حزب. لا لو ليه يا عم، احنا فينجر يوم ما استقال ضربناه بالشلوت بقى، شوف خليتك كده في مره الراجل ده قاعد، والراجل ده لسه عامل لك قيمه، والراجل ده هو اللي بنى لك تاريخ النادي، عامل لك قيمه كل ماتش، مخرج الافراح اللي قاعد سايب الناس كلها مركز عليه. ما هو عشان هو احسن هو بياخد ال 2 مليون على الكادر ده، عشان انضف حاجه انت بذمتك لما تيجي تتفرج الكادر. لا بالظبط يعني الماتش بتاع مانشستر يونايتد انت بتشوف فيه حاجه مفيده غير الكادر ده؟ والكادر بتاع تين هاج وحاططه في جيبه بس. طب تخيل بقى، ده هو ده بيبقى عبره لاي مدرب واقف اللي هو بيصوره ده، ويقوموا مصورين سير اليكس فيرجسون بعدها عشان يقول لك ايه، بص الزمن وصلنا لفين، بص كنا فين وبقينا فين. انا بحب بقى الكادر بتاع ماتشات ليفربول ومانشستر اللي هو يجيبوا صوره كيني داجلش وهو بيضحك، وبعدين سير اليكس فيرجسون وهو زعلان. دي كادرات دائم الابداع. محمد نصر عارف بتاع القمر وواحده حلوه، بيروح عامل عليهم ايه اللي هي اسمها ايه، ديزولف. دخل عليهم ديزولف في داوت. كان صديق ديزولف ده في الجامعه، احنا كنا بنعمله بايدينا كده ديزولف. لا لا انا كنت صحافه، كنت صحافه انا رايد ورق. تعال تسمع انت عن ورق الدشت. الدشت انت مش عارفه اصلا؟ تعرف ورق الدشت؟ لا انا سبته للصحافه. ما تعرفوش كده؟ دخلت صحافه. تعرف انت ديزولف؟ انا اعرف. لا يا حبيبي اعرف، ما دوستش عليه. لا مش انا دوست بايدي، لا انا مش لازم ادوس. انت تعرفش الدشت؟ خلي بالك. طب الدشت ده لونه دشت لونه ابيض؟ لا سمني. سمني عشان تعرف ان انت ابيض. ده احنا كنا بنكتب على حاجات بيضه ورق ابيض. طلع لا تعرف تكتب. لا يا حبيبي برودكاست. لا لا ما كنتش تدخلك الاستوديو. ايه استوديو في 3 صحافه عندنا. 3 طب سمينهم متنمرين 3. وطلع ترتقل ليه يقعد يكتبوا علينا وكده؟ اكتبوا علينا ليه؟ كنتوا ايه يعني انتوا؟ عشان كده انا دكتور ممدوح بعد اذنك عشان ما تتاخدش في الرجلين. عشان الافلام دلوقتي بتشهر على التيك توك وفضح دي بقت مع البطله. شفتها؟ خدت بالك؟ هي اللي بتنفع تعمل ده. انت من يومك دون جوان. اللهم صل على النبي. في سن المراهقه كمان كان تحفه. عايزين المخرج يحط لنا صوره. بس هو الغريب هو منك وهو عامل دور باشا مصر. انا لو منك كنت تقول لهم ان ده غير ده. انا مش انا. ده مش انا المفروض. ده كانت فتره الجامعه. ما واحد. ممدوح فيها كده طبعاً. باشا البلد. حاج ابراهيم سمبل. جاي لي خلي بالك اتكلم قريب بعد الحفله على طول. ليه يا ماتش مين؟ ارسنال ليفربول يا جدع يوم الاحد. لا ربنا يوفقك. لا ربنا معاكم. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. بعد الحفله. ايه ده انتوا هتلاقوا بعديكم كده بعد الحفله؟ انتوا تروحين الحفله؟ اه. ايوه انتوا هتلاقوا بعض. اه. في الحفله. هلاوي. بس مش الاسبوع ده، الاسبوع اللي بعده. اي ما انا فاهم. نتكلم بعد نتخانق في يعني يوم السبت هنلعب. نتخانق في الحفله. اه دي خناقه في الحفله دي. العركه بقى. عندنا حوش ما بينكم دي ليله. ايوه يا ريت في الفقره دي اقعد انا في النص. فاكر البرنامج اللي عملناه اسمه العركه وقف؟ انتوا عملتوا منه كم حلقه؟ السيزون كان كم حلقه؟ احنا عملنا 3 حلقات. هو كان 3 حلقات. هو 3 حلقات. طب ده اقصر يعني مسلسل على نتفليكس كان 4 حلقات. المشكله ان كل الحلقات دي كانت بومينج يعني كانت شغاله بشكل كويس. احنا كده لما فكره بتنجح بنمل. ما بنحبش. بتحبش نوصل. انت قعدتك بعيد برضه. احنا بنحب الافكار الفاشله عشان يسيبوا الناس تلعب على ايش وكده. لقينا البرنامج ده بتقرب فوق قلنا ليه لا خلاص. ايه ترند رقم 1 على مصر؟ ايه القرف ده؟ اقفل يا عم. اول حلقه والله كانت ترند رقم 1 زي رزع ولا تحدي. انا خلاص تيجي نعمل انا وانت العركه. نعمل او نعمل رزع ولا تحدي. اخويا من انك انت بتعمله رزع ولا حقيقه؟ نسي تحدي رزع ولا حقيقه؟ انا نسيناه اصلا. رزع تحدي ولا حقيقه؟ عشان تشيل التراب من عليه. انا نفسي ده اشوفه للنور تاني من اوائل التحديات اللي انا ما اعرفش والله. ده قلت تحدي تقريبا في اليوتيوب العربي كله بقى يجيب جرس يا باشا ويدي. ده كانش فيه جرس. كنا مصورين انا وهو حلقه مع بعض وكان المفروض في حلقه ثانيه ما اتعملتش من ساعتها. الكلام ده بقاله 5 سنين مثلا. ايه ده التحدي؟ ايوه رازع على الحقيقه. انت المفروض انت صورنا حلقه وما عملناش الحلقه الثانيه. بجد؟ ليه 4 سنين والله ولا 5 سنين؟ كله راجع كله. كنا هنا وكان كنا قاعدين الناحيه دي وكان النور اصفر وكانت حاجه جميله. انتوا عند نصوحي عملتوا 4 حلقات ذهاب وعوده لحد دلوقتي. لسه حلقه العوده. احنا بنلعب بنظام دوري ابطال اوروبا جديد.
ونصحي كمان خلاص شايفها بتكارك قال لك يلا اشرق لها اديها. ومن بعديها يا عم عملنا موضوع 30 ثانيه كله بقى, بقى نعمل 30 ثانيه نعمل 30 ثانيه. طب ايه الكلام ده؟ انا من كل ده في موضوع 30 ثانيه ده على اللي اخترعه. ليه يا دوك يا عم؟ وانا دخل لجنه شفوي هو ايه ده؟ صورت معايا قلت لك في 7 ثواني. سبع ثواني تحرق كونتنت. بوضح تحرق كونتنت بوضح. فكرتني لما رحنا السعوديه نصور تحديات هناك قال لك ايه في دقيقه ونص هتمثل 6 لعيبه. ده لو عمر الشريف ما يعملهاش 6 لعيبه في دقيقه ونص. دي تشكيله بقى. طب كانت مين اللعيبه؟ لا يعني كان في فيل فودن مثل كده مرام في الفودن ده هو لوحده اصلا ما يتمثلش يعني في 20 ثانيه في 30 ثانيه فودن لوحده ما يتمثلش. فودن ودروكبا ونيمار. دي دروكبا دي سهله. دي دروكبا دي فودن ودروكبا. ايوه هي دي هي دي جدع على جدع. فودن كان في فودن ودروكبا ونيمار وياسين بونو. طب والنبي ياسين بونو دي مثلها لي. لا لا عايز اعرف ياسين بونو دي بتتمثل. ياسين بونو هيتمثل ازاي؟ صحيح المشكله ان الواد جابها صح. هو مين اللي كان بيمثلها؟ قال بتوع الفريق الثاني كانوا بيمثلوها جابوها صح. لا والله لا يا باشا كانوا عارفين. لا والتاني يقول له ايه يا باشا عارفين الاسئله الحركات دي بتبان. الحركات دي بتبان. لو كان بيقول له قصير ياسين بونو. طب هو ياسين بونو صغير يا باشا الحاجات دي بتبان. قول لهم الحاجات دي. لا ده كان في لقطه استاذ النزاع عندنا يا استاذ. كان في لقطه فضصتني ضحك يقول له مش نزاع اكتر من كده. واحد الناحيه الثانيه من الفريق الثاني بيقول له مهاجم الماني هاري كين. مهاجم الماني هاري كين. استنى بس ما المشكله مش هنا. بعدين عدى اللي بعدها قال له في الدوري الالماني والمان الجنسيه هاري كين. هاري كين هاري كين تاني. هو يدي على الالماني برضه بتاع الكلام. هو شكله الماني جدا. شكله هو بصراحه الماني موت. هو هيئته الماني اكتر من مولر والله. هيئته الماني فعلا. ولما دينك بهت عليهم بهتوا عليه كده. قفلنا الملف الثالث. نعدي على الملف الرابع. نعدي على الترعه على الملف الالماني ولا ايه؟ عايز ايه في الملف الالماني انت؟ انت ايه رايك في كومباني يا دوك؟ ما احنا اتخانقنا عليه كتير في الاسامي اللي فاتت. رايك في مين؟ في كومباني. خدت وقت عشان اسمع. والله انا معجب بالمقوله اللي اتقالت على تويتر. قال لك اكيد الراجل ده هينجح لان الراس دي اكيد فيها افكار. يعني بس خلاص اقفل بقى الملف الالماني كله. اكيد كل الدماغ دي فيها افكار. احنا كده صحيح بالمناسبه احنا صعدنا امم افريقيا خلاص. خلاص مبروك. اللهم صل على النبي كابتن حسام. ده بسر الدعاء والسجده. انت فكرك بالقرع كلين شيت بالقرع. افتكرت يعني ايه القرع؟ يعني شوف افتكرت كومباني. ايه اللي فكرك بمنتخب مصر؟ ما اعرفش هي جت في دماغي دلوقتي. لا لا عشان عمر مرموش بقى مسجل في بايرن ميونخ. حلوه بلاد الصمر. يعني الدنيا تدخلت في بعضيها. دي الكاميرا دي بتصور مين؟ الكاميرا دي لا كواليس. الجوين اللي مش هنعمله. كواليس كواليس. يمكن نعوزها في يوم الايام دوكيومنتري ولا حاجه. وارد كل شيء وثائقي بنصور الحيطه. شفت عشان تتريقوا عليا لما بقول الكاميرات الكتير. بص بص يمين ولا كاميرا. شفت شفت مش عارفين بتصور مين. بص فوق بص تحت. بص اخص عليك يا بتاعك. اتكلمنا على ممكن نتكلم على قصه مبابي متهم بالاغتصاب. بيسالوني عليه. مش بيسالوني. ايه الموضوع ده؟ متهم بالاغتصاب. متهم بالاغتصاب. انا؟ انا من بعدي لن ارحم احد بعد الصليب. والله العظيم انت كانت نيتك وحشه من ناحيه الواد مبابي ده. انا كده كده ما بحبوش يعني. بس بقول لك ما عملش الشر الحاجه. هيطلع براءه. هو الغريب ان في صحافه. اقسم بالله اقسم بالله الصحافه في السويد دي مصرين ان في حوار. ومأكدين ان في منكش. هل تعتقد ان السويد بيتبلوا عليه؟ ورد اصل يعني السويد ايه البيف اللي مع مبابي عشان يتبلوا عليه؟ بنت سويديه مش عارف. جاهز ممكن هي بنت صغيره بس يعني طبعا يعني متهم بالتهم. والله انت ادرى يعني. هو لو دخلت في التفاصيل هو لو الموضوع حقيقي تبقى كارثه. بس المتهم بريء حتى تثبت. طب ليه؟ طب ما كريستيانو رونالدو مش كان عنده قضيه قبل كده وعادي كان مكمل مسيرته. لا وطلعت في الاخر اصلا بلح فيك. طلعت في بس انت ما تعرفش. على فكره ممكن المشكله ان انت ما تعرفش في العده. ده نيمار يعني كان متسرب له فيديو. مش فكره ان كان في قضيه. ده هو كان متسرب له فيديو اساسا وعادي ما فيش حاجه حصلت. اتشطروا على جرينوود الناس اللي هي ايه. لا جرينوود دي كانت يعني ده زباله لوحده. لا دي جرينوود دي كانت غباوه يعني. دي غباوه مالهاش مبرر. لا لا يعني جرينوود واحد اللي هو مندي خد براءه. لا مندي وجرينوود قصص مختلفه لان جرينوود دوميستيك فايلنس. مندي بيلعب في اف سي لوريون في الدرجه الثانيه ومشوه. هيمشوه يعني ما اعرفش بقى مشوه ولا هيمشوه. عمل حاجه ثانيه؟ لا هو مش بيلعب. مش عارف يتأقلم اصلا. بيقول لك مش عارف يتأقلم مع الفرقه لان هو كان بيلعب طبعا في التوب ليفل. دلوقتي بيلعب في الدرجه الثانيه في فرنسا. ف الدنيا بقى جايه عليه جامد. يا مارسيليا في الدرجه الثانيه؟ لوريون. هو بيلعب في حته فرنسا يعني. ده مندي. انا دخلت جرينوود في مندي وانت بتتكلم. لا بنتكلم على مندي. هم كلهم بيرسوا في فرنسا او اسبانيا اي حته يعني بتحب بس انا عشان كده بقول لك في فرق بين قصه جرينوود وقصه امبابي. امبابي دي حاجه اعتقد ممكن تبقى فرقعه. امبابي دي مفرقعه.
حد بيدوس السم في العسل. عايز اسالكوا على حاجه. اسال. دلوقتي صلاح عقده هيخلص السنه الجايه او يعني في السنه دي يعني اخر الموسم. فان دايك وارنولد. لا سيبك من فان دايك وارنولد. و و ودي بروين برضو الكلام ان عقده هيخلص اخر الموسم. هل لو تبدل لو انت بتشجع سيتي او ليفربول دي بروين يروح ليفربول وصلاح يروح سيتي؟ ليه؟ لا يعني ليه؟ مش ليه؟ هو انا مع دوم صوت وصوت مروان عايز مش ليه؟ مش ليه؟ يعني, يعني, يعني لو انت بتشجع سيتي تقبل ان صلاح يروح وتسيب دي بروين يروح ليفربول؟ لا ولو لا بالعادي يعني انت عايز دي بروين ما تاخدش صلاح؟ لا انا عايز كل واحد يفضل في مكانه. هو المنظومه ماشيه بدي بروين وماشيه بصلاح صح؟ فلو قلت لي بدل لو انا لو انا ليفربول لو انا ليفربولي هقول لك لا ولو انا بتاع مانشستر سيتي هقول لك لا يعني لا الاثنين لا انا لسه هجيب صلاح يتاقلم على نظام جوارديولا ويخش في السيستم ويسيبه سنه وبعد كده يخمر يلعب ويستوي والثاني يا باشا شغال زي الفل مع سلوت الدنيا ماشيه ومنظومه حلوه وهو النجم بتاعه بس تقول لي في عقد استرجاع 14 يوم ما اشتغلش بدل معاك انا شايف بس ان مدريد تخلص موضوع ارنولد بدري الموضوع كبر جدا من ساعه ان من ساعه بالظبط ان طلع دلوقتي فيليكس سانشيز يعني ده واحد من اللي بيتكلموا على ريال من الصحفيين المدردل قال لك ان خلاص ريال مدريد حط تارجت رقم واحد بالنسبه له ترينت وهو كان بيعمل اختيارات ما بين فريمبونج وبيدرو بورو يعني كذا اسم يعني وان هو استقر على ترينت الكسندر ارنولد الحمد لله طلع كمان بعديها فريمبونج ده والله العظيم احسن من ترينت بس يلا والله العظيم احسن طلع بعديها اي حد احسن من ترينت طبعا طلع بعديها الناس في الناس في ليفربول قال لك ان لغايه دلوقتي ليفربول ما فتحش معاه المفاوضات مفاوضات التجديد مفاوضات التجديد وان مش عارفين الدنيا فيها وواضح ان ليفربول اصلا ماشي في سكه غريبه يعني ليفربول جدد لكوانسا فليفربول ماشي بحاجه غريبه جدا وهي فكره ان هو بيجدد اللعيبه مش المفروض نجدد لهم دلوقتي يعني تمام انك بتجدد لهم بس في لعيبه اهم حضرتك لازم نجدد لهم في فان دايك وصلاح وترينت هو بيجدد لكوناتي وكوانسا هو السؤال مش ما بيجيش انت ما بتجدد لهمش ليه دلوقتي يا جو السؤال يجي هو انت ازاي اصلا سبت ملف ارنولد ده مفتوح ومن غير ما تجدد له ومن غير ما يكون اصلا انت محضر نفسك ان راجل زي ده يعني اتفهم فان دايك وصلاح للسن وللحاله هو ارنولد كام سنه 26 بقى ولا 25 ارنولد صغير ارنولد لو بتتكلم ان انت هتبيعه يا عمر لو معاك عقد مثلا 25 سنه اربع خمس سنين تبيعه ب 100 مليون جنيه يعني ب 100 مليون استرليني يعني فاللي هو صلاح وفان دايك انا فاهم ان انت مستني كل سنه تشوفهم وصلوا لفين هم هيخلصوا الموسم ده ولا لسه عندهم شويه ارنولد من الاسياد بتاعت النادي فانت بتهرج بصراحه طبعا تهريج لا وده لا هي الفكره في التهريج كمان مش في انك مش عايز مش هتجدد له الفكره انه يمشي ببلاش هي دي دي كارثه جدد له ماشي لا يعني بيعه ما هو مش عايز يجدد لا ما هو هيقول لك انا هجدد ليه ما انا طالما ما انا معلش ما اللعيب دلوقتي بيفكر مش السنه دي بقى أيوة ما انت لازم تجيله من سنتين ما هو كان لازم له سعره نخليه زي صلاح مثلا بس في مقابل ان انت تكون خدته خمس سنين كمان بص هو الموضوع ده هيفضل مفتوح لغايه شهر يناير تقريبا لان انت بتتكلم ان لحد يناير هيبتدي بيقول لك ان النادي هيفضل يحاول ان هو يجدد هو بيقول لك هو في الاخبار بقى اللي جايه من ليفربول خلي بالك انت كده بتقول الاخبار اللي جايه من اخبار من جايه عندك حلوه دايما لا مش حلوه ما بقولوش حلوه هو قال لك ان هو طالب راتب عالي هو حاطط الاولويه لليفربول بس طالب راتب عالي جدا وراتب ممكن يوصل لنفس الراتب اللي بياخده صلاح لازم ماشي فبيقول لك النهارده هل النادي قادر ماليا ان هو يدي ارنولد الرقم ده مش قادرين ليه يا اسطى انت معاكوا فلوس كتير وكسبتوا بطولات كتير وما جبتوش حد وما تصرفوش خلي بالك من حاجه تانية هو برضو ايه الحافز لارنولد ان هو يجدد طب ما هو اللي كان ناقص ليفربول في تاريخه ارنولد في المسافه من سن 19 لسن 25 حاكل ماشي بس دوري ابطال اوروبا لا بس خلي بالك ارنولد عنده حاجه فكر في حاجه تانية بقى لا ارنولد عنده حاجه هيلاقيها في ليفربول مش هيلاقيها في مدريد ارنولد في خلال سنتين ثلاثه او سنتين لو فان دايك مشي هيبقى كابتن الفرقه ارنولد الناس بتعامله هو اوريدي بياخد الشاره ساعات بعد فان دايك على طول ما هو تاني كابتن بعد فان دايك فدي حاجه مهمه وأسطورة. تاني حاجه الناس بدات تعامل ارنولد فكره ان هو سكاوزي وفكره ان هو من ليفربول ففكره جيرارد جديده دايما محطوطه ان اللعيب اللي طلع لنا من الاكاديميه نفس فكره
جيرارد اللي هو طلع من الاكاديميه لعب في ليفربول ده حقق اكتر من جيرارد. شفنا لا وشفته وهو بقى بي بي بيكبر بيتدرج زي ما انت. فهو الناس دايما حط ارنولد في حته بتاعت ايه ان انت جيرارد الجديد, انت اللي هتقعد مش فكره نفس ستايل جيرارد ولا حاجه, بس فكره انك هتعمل كاتيجوري اللاعب, انك هتبقى وافي للنادي وانك تفضل قاعد طول فتره تاريخك في النادي. هو في حاجات بقى مش محسوبه يعني. انت لو رحت يا معلم ريال مدريد مفيش صحافه انجليزيه تحميك, انت لاعب انجليزي انت على طول البلد حمياك. شفت بلينجهام بقى, ما انت شايف ما هو برضو شايف بلينجهام الناحيه الثانيه. بس بلينجهام اون فاير اون فاير اللي عمله بلينجهام لازم يتنجم فيه. ده هيبقى الاينس ان هما اتنين انجليز في ريال مدريد يعني. ما تفكرش هي ليها ميزات وليها عيوب. لا يا لا هي كلها ميزات ما فيهاش عيوب. ليه يا معلم؟ وانت مين قال لك ان نجاحك ممكن من الناس ما تقارنش كارفخال بيك والناس تقول لك ده صغير وبتاع بس ما بيعملش نص. ايوه بس كارفخال لا مدريد يا معلم كده وكده يعني. انت ممكن تروح تعلى فوق, ممكن تجيب الارض. كارفخال شبه مسيرته انتهت, هو عارف ان هو رايح على مكان فاضي. ماشي المقارنات. كورتوا لما جه نفسه اتشتم واتلعن سلسفيل وبعدين حصل مودريتش نفس الكلام. بس الاعلام ماشي, ده صبر. ده بقى لعيب يا دوك لازم يبقى عنده الصبر والجلد ان هو يستحمل اللي هياخده في مدريد في الاول. ما هم برضو هم مش جايبين, وارنولد شخصيته طريه احنا عارفين. هم مش جايبين باك يمين يعني من اكاديميه زد يعني. هم جايبين ترينت الكسندر ارنولد اللي هو جاي ده معروف ان ده حاليا اقوى باك يمين في العالم. صح, مين قال كده؟ فهي مصلحه ما ينفعش متبادل. لا طبعا لا طبعا ماشي كده. مين حاليا مين حاليا اصابه كارفخال واقوى باك يمين حاليا؟ انت بقى شيل كارفخال اهو اتصاب. مين ليه شيله؟ ماشي هو مش متصابش. انت هتقول لي هتقعد تقول لي بقى فريمبونجو وبيدرو بورو وبتاع. بص انا بشوف كوندي جايل القوه الاعلاميه اللي ورا يا ابني ما بيأدي فيها. القوه الاعلاميه اللي ورا اللاعب بتفرق. ارنولد دي نفس المدرسه اللي هي بتاعت بيلينجهام, اللي هي مدرسه ان اللاعب تروج له صح على مستوى البي ار من وهو صغير. فانت عارف ان هو عليه سبوت لايت اكتر. هو هفترض ريال مدريد بس عنده مشاكل كبيره طبعا. هفترض ريال مدريد راح جاب بيدرو بورو وبيدرو بورو هفترض لا ولعب اساسي وتالق, هل هياخد نفس التلميع استحاله؟ كونتراو فاكر كونتراو مع مارسيلو, هل كونتراو خد ربع الترويج بتاع مارسيلو؟ لا, مع ان كونتراو كان قوي. لا بس هو اللي هيجي حاجه جنب مارسيلو يا دوك برده. ما احنا نتكلم برده بلاش. دي ماريا لما جه في وقت في لعيبه ثانيه ليها اولويه في التنجيم ما خدش وضع. دي ماريا بذات نفسه اتباع في موسم جاي في ليسيما ماشي. هو ده اللي بكلمك فيه. مدريد مش يا جماعه مش مضمونه. اوزيل في نودو هي مش مضمونه على طول. هي مش مضمونه لو انت لاعب جاي مركزك فيه خناقه. هو مش جاي على خناقه, هو جاي فاضي. بص مدريد عندها ميزه رهيبه جدا, فكره ان الاعلام هيفضل يحميك. اعلام مدريد هيفضل يحميك لغايه لا, بس وانس ان الاعلام رفع ايده من عليك زي ما حصل مع هازارد هتتفشخ. بس الاعلام هيفضل يحميك كتير زي ما شفت انت مع كورتوا. كنا لسه بنتكلم الجمهور بيشتمه وبتاع, بس النهارده كورتوا فين؟ احسن حاجه هو اشتغل نفسه. هو اتحسن كان وحش بقى. قيس بقى على كده كتير يا مروان. روديجر اول لما جه كان الناس بتقول على روديجر ده ايه مالتو مفيش واخر يلعب في الثلاثه ورا بتاع. روديجر النهارده ايه؟ واحد من احسن اللعيبه في العالم, احسن مدافعين في العالم. قيس بقى, اقعد بقى قيس على كل اللعيبه دي. في مدريد بيعرف ينجم اللعيب بتاعه, بيعرف يلمعه, بيعرف يصنفره كده ويخليه لك بيلمع بيبرق, رغم ان هو كان ممكن يكون في حته تانية كان عادي. اكيد يا جماعه حط فينيسيوس بمشاكله في نادي تاني غير ريال مدريد مش هينجح. يعني يا باشا حط مبابي, حط مبابي في برشلونه اول كذا ماتش ما بيجيبش كذا جون وشوف هيحصل فيه ايه. وتوتر جدا والضغط كان عليه كبير جدا لحد النهارده. مبابي مش قادر ينسجم بسبب ضغط وتشتم. بس الاعلام بيطلع يقول ايه بجنب بقى شخصيه ارنولد. انا اسف, ارنولد ده شخصيته هبله جنب شخصيه مبابي يعني. ده قيادي. لا لا بالعكس, لا على فكره ارنولد شخصيته قويه. لا انا جماعه انا بحسه يا جماعه لما يبقى تاني كابتن عنده مشاكل كبيره جدا. بص في الملعب انت نفسك اشوف كنت بتطلع سيبك من الملعب. لا انا بتكلم كشخصيه. انت بتتكلم النهارده ان يورجن كلوب, اصل خلي بالك ارنولد مين اللي مختاره كابتن تاني؟ يورجن كلوب. لا كشخصيه يورجن كلوب أيوة في الملعب أيوة. عنده مشاكل كبيره جدا ان يورجن كلوب يختار ارنولد. سيبك من الملعب, الملعب كل حاجه تتحل. وفي الملعب برضه عشان تبقى عارف, ريال مدريد مش هيبقى عنده نفس المشاكل الدفاعيه اللي هتبقى عند ليفربول, لان ريال مدريد في الغالب بيهاجم اكتر, بيفتح الملعب اكتر. الدوري يمكن اقل اسهل شويه من الدوري الانجليزي. الدوري الاسباني اسهل شويه من الدوري الانجليزي, فالدنيا ممكن تبقى احسن. انت فاهم؟ انا اللي عجبني عارف مين بيحقق بقى المعادله اللي انا بقول لك عليها من ناحيه ارنولد ده؟ ارسنال في 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 صليب. مجرد كلام في الاعلام لما تسرب, ولما مجرد بس ايه فكره ان صليبه هو تارجت لريال مدريد عشان يجيبوه كمدافع, وروديجر طلع غزل.
ارنولد وسليبا و... ده ببلاش بس بنتكلم على سليبا ده مفيش قاعده واحد لواحد بقى وكلام الفارغ بتاعكم ده يا جدعان والله لسه يا باشا الموضوع بنتكلم فيه قوانين بقى بتاعه المفروض عجبني جدا عايزين يدوله عقد عايزين يدوله عقد خمس سنين على اللي هو فيه ده عايزين يأمنوه عايزين يعلوله جدا الراتب بتاعه عشان ما يفكرش حتى لو فكرنا بيه ونكسب فيه قوي يبقى خدنا بحقنا وبفلوسنا صح لكن ما نسيبوش يروح مننا انت بتاخد بالباقي البان ما تشغلش بالك احنا بنجيب ببلاش فكره هو هيجدد ولا لا اعتقد بالمبلغ ده حتى هو عنده يعني وعود يا سيدي لو جالك مدريد تمام اروح وجبنا نروح فليك ايه طب بقول له قعد يقول له بايرن ميونخ عايز اروخه فانتوا جبتوا له فليك اسهل ارخص اوفر ايه بقى انا مش عارف هو ماله يعني هو في عالم موازي ايه يا اسطى مالك مالك ده انا تمام مالك بس فلوس بتترف بتدفع يمين وشمال وانا اكد طب ما انت كويس انت ليه بتبص في ايد غيرك ما انت معاك لامين يامال فلوس اهو هيتصاب الواد معاك لامين يامال ومعاك داني اولمو واتصاب اصلا ما اعرفش اصابته عامله ازاي لا لا دي اصابه دي شد في عضله التوقف الدولي دي حاجه ثانيه دي بتيجي لكل اللعيبه دي كذا لاعب هرب منها المره دي انا بقول لك دي شد في عضله التوقف الدولي مش عايز يروح ما صراحه احنا مش جينا في ماتش موريتانيا تاني دول خلاص روح انت روح انت مش مجاش روح انت محمد خلاص روح انت محمد فعلا هنقفل الشغل ونرن عليك تفتكروا اللعيبه ممكن تكون فعلا بتتهرب من التوقفات الدوليه هو في توقفات دوليه كتير يعني احنا حتى عندنا في الفريق كذا حد عمل الفكره دي احنا ما بنلحقش اساسا ان احنا يعني ناخد رتم في الدوري يجي لك توقف دولي يكسر كل حاجه هو ده تاني توقف ولا تاني لسه في 11 كمان كتير قوي بصراحه كتير قوي يعني هي المشكله انه بيجي بعده بمصايب دايما ايه حاطط ايدك على قلبك طول التوقف الدولي مين هيتصاب مع المنتخب ولا بتتفرج على كره حلوه ولا بتتابع بس انت عارف ان لعيبتك بتلعب او الواد ساكا يجي لك بس خبر اصابه ساكا اصابه لامين يامال ساكا اتصاب يا اخويا عشان بيقعد يقول بس انت بتمر على فينيسيوس انا اتكلمت على ساكا حلو الحلقه اللي فاتت طب امال ايه طب ايه يعني انت شايف ايه طيب يعني هو ساكا اللي جت في ابنك يا جماعه الله يرضى عليكم ساكا بقاله موسم ونص بيعرق ايه المفاجأة ان هو اتصاب وبعدين واحد بيلعب بولتون في الكاس منزله اساسي ده راجل مجنون هو حل بينه حل بين الواد مش تعصوش من بدري ولا ايه لا دي مشكله ده ناقص ينزله والله انجلترا بيلعب فيه ناقص ينزله ماتشات تحت 21 اللي هو انت فاضي يوم الاحد وراك يوم الاثنين انزل العب لا مش طبيعي والله انا مش عارف ليه بيلعبوا كل الماتشات اللي هو طب ما تريح شويه والمشكله ان ملوش بديل يعني انت اتصاب عندك ساكا شكرا مفيش حد تاني قضيها بقى بكابتن رحيم ستيرلينج الديفندر الاسطوره الاسطوره ذوق بتاع الكبير ذوق ايه اللي انت بتقوله حاجات الكبير بتاعك انت وديتنا في ناحيه وجبتنا وديتنا شرق وجبتنا غرب رحيم ستيرلينج بتاع بيجي ازاي موهبه كبيره موهبه كبيره طب ايه جو شايف الماتش هيروح لفين مع ماريسكا بص انا قلقان من ماريسكا جدا لان هو بقى اتحسن الفرقه اتحسنت بشكل كبير جدا تشيلسي بس انا افتكر حتى قلت لكم ايه الحلقه اللي فاتت قلت لكم ان انا ليفربول متفائل نوعا ما شويه قدام الماتشات الكبيره رغم ان الناس كلها خايفه من فكره الماتشات الكبيره وان احنا داخلين على ماتشات صعبه عندنا ارسنال الماتش اللي بعده وعندنا دربكه ولسه هيبقى عندنا سيتي ورا ريال مدريد في الدنيا عندك مزدحمه اكتوبر ونوفمبر الدنيا صعبه على ليفربول لان انت خلاص اخدت العسل كله في الاول تمام بس ارجع اتفرج على ليفربول في الماتشات اللي كانت صعبه عليه هو ماتش نوتنجهام اللي الفرقه قررت انها ترجع فيه الدفاع الفرق اللي انت هتلعبها اللي جايه ما اظنش انها تلعب بنفس طريقه نوتنجهام يعني حتى ارسنال اللي هو الناس بتقول لك ده نزل دافع قدام سيتي ومش هيلعب ليفربول بنفس الطريقه اللي لعب بيها سيتي ونزل دافع وده كان اجباري ان هو يلعب بالشكل ده مجبر ان هو يلعب بالشكل ده فبالعكس انت هتنزل تهاجمني صح هتنزل هنبقى ند لبعض هنشوف هيلعب ازاي بس هنبقى ند بس تشيلسي مش هيهاجمك على فكره هيبقى ند تشيلسي هيبقى عايز يستفزك ان انت تطلع لقدام لان هو اصلا لعبه كله في المساحات اللي في ظهرك يعني بس خلي بالك ما هو انا برضو ما هو كره ارني سلوت هي عامله ازاي هي فكره ان انا هحضر الكره من ورا عشان اشد تشيلسي او احاول اجيبهم عندي فيبتدي ان انا ابتدي اضرب خط دفاعهم لان برضو تشيلسي عنده مشاكل دفاعيه واضحه وصريحه واضحه وصريحه جدا الماتش على ملعب مين ليفربول ماشي فبالنسبه لي لا الماتشات الكبيره ليفربول هيبان ان هو شكله كويس على فكره يكسب يخسر يتعادل ممكن يحصل مليون حاجه بس هيبان شكله كويس مش هيبان شكله زي ماتش نوتنجهام يعني ماتش نوتنجهام انت خسرته كان شكلك وحش قوي
ليه الفرقه كانت نازله بتدافع عليك من بتدافع ورا واقفين كلهم قدام الجون. هو الراجل نفسه قال لك ايه؟ قال لك احنا ما خلقناش فرص كتيره في الماتش ده. ماتش تشيلسي هيبقى فيه فرص وانا متخيل انه هيبقى فيه جوان. يعني متخيل انه هيبقى ماتش مفتوح. فانا شايف ان بس ماريسكا عنده طبعا وهو التحدي فيه مش الارنسلوت، التحدي فيه ماريسكا اكتر. يعني ماريسكا ده بالنسبه له المعيار اذا كان هو ماشي كويس. بس هدك برضو الارنسلوت لان الناس برضو عماله تقول ايه على ارنسلوت، عماله تقول جدول خدمه، الجدول خدمه، الراجل ده ما لعبش ولا ماتش كبير من اول لما مسك. انتوا زيتين ليه وعاملين ليه الراجل ده ماتشاته كلها؟ ايوه بس خلي بالك ميزه برضو ان انت جدولك مش صعبه، هي بتخلي الفريق واثق في نفسه مش هيضحك على بعض. ايوه بس الناس قصدي ان التحدي عنده دلوقتي ايه، ان انت عادي ماتش كبير. يعني انا راضي زمتك لو مثلا جدول، لو قلبنا جدول ليفربول ليفربول وارسنال بدلنا الجداول وقلنا ان ليفربول في اول خمس اسابيع هيلاعب استون فيلا قوي، هيلاعب السيتي قوي، هيلاعب توتنهام قوي، وخسر الماتش، خسر ماتشين مثلا من دول، ما انت ساعتها برضو كنت هتقول ايه؟ طب ما هو لسه مدرب جديد طبعا مش عارف بتعمل طبعا، والمفروض يكسب عشان ياخد ثقه. فانت لا، ما هو الجدول اه الجدول خدمك على مستوى الثقه اه، بس خلى المنظومه دي واثقه في نفسها أكثر. بس قصدي انه عنده تحدي بقى يعني عنده تحدي زي ماريسكا. يعني ماريسكا عنده تحدي فكره ان انا بنافس على التوب فور السنه دي، وفكره ان انا عايز افضل، عايز ابين ان انا الفريق يتحسن، وعايز ابين كمان ان انا ايه، لان هو خلي بالك هو لعب ماتش سيتي كان وحش قوي بس بقيه الماتشات بدا يمشي فيها كويس. بس عايز اقول ايه يا جماعه، انا ماتش سيتي ده كان كبوة او مش كبوة، ده كان اول ماتش في الدوري وافتتاحه وسيتي وانا تشيلسي لسه ببني وبتاع فعدي. بس عايز يقولوا انه انا لا، انا قدام ليفربول اتحسنت، شفتوا انا قدام سيتي كنت فين، كنت تحت قوي، انا النهارده قدام ليفربول هنا. ارني سلوت عنده برضو تحدي فكره ايه، ان انت النهارده ناس عماله تقول انت ما لعبتش ماتش كبير، حتى الناس بتقول لك على ماتش مانشستر اللي هو يعتبر ماتش كبير، بيقول لك يا عم مانشستر مش في حالته، انت كسبت مانشستر في أسوأ حالاته تمام. بس في الاخر هو عنده تحدي، انا عايز بقى انت عايز تشوف بقى ليفربول ده عامل ازاي قدام تشيلسي، عايز اشوف ليفربول ده عامل ازاي قدام ارسنال، هيبتدي بقى يبان قوي هل الفرقه دي فعلا سوليد زي ما هي باينه، هل الفرقه دي. طب انت متوقع ايه؟ مش الماتش، انت متوقع الفرقه يبقى شكلها عامل ازاي؟ الفرقه يبقى شكلها حلو، الفرقه يبقى ان شاء الله هتبقى سوليد يعني زي انت ما بتقول، هيبقى شكلها حلو. ما انا بقول لك ما اقدرش اقول لك الفرقه تكسب ولا هتخسر ولا تعادل، لان في خصم قدامك الناحيه الثانيه بيفكر برضه زي ما انت بتفكر. بس الفرقه هيبقى شكلها كويس، الفرقه هيبقى باين انها بتلعب كوره، هنلعب كوره لان الفرقه اللي قدامك بتلعب كوره. انت ما لعبتش كوره امتى؟ انت ما لعبتش كوره في الماتش اللي حصل فيه تضييق قوي، مساحات قوي. لكن الفرق دي زي تشيلسي، زي ارسنال، زي سيتي، زي كل دول بيلعبوا كوره. لو تشيلسي مش من النوع اللي يعرف زي ما هو قال، مش من النوع اللي يعرف يرجع يدافع ويقفل، مش هيعرف يعمل ده، مش هيعرف يعمل ده. بس انا شفت تكسب تشيلسي ايزي جدا، مش ايزي برضو، عشان ما هو مش عايز اخلي الناس تاخد فكره ان تشيلسي ده فريق سهل قوي. لا، تشيلسي بقى يا جماعه بقى فرقه قادره انها تاذيك. يعني سيبك هو ممكن يلبس اجوان، بس قادر انه يلبسك اجوان. وبرضو ليفربول دلوقتي هو اقوى خط دفاع بالارقام بكل حاجه، هو اقوى خط دفاع. بس عندك مشكله الناس مش واخده بالك منها، اليسون مصاب 6 اسابيع. وكلهير رجع ولا لسه مصاب؟ في الغالب هيكون رجع، يعني اتمنى انه يكون رجع. هو الحارس الثالث اللي لعب اخر ماتش، لعب اخر من نزل اخر شويه اللي هو نزل في الدقيقه من الدقيقه باروش، نزل من الدقيقه 75. ففكره ان اليسون مصاب، لا اليسون كمان بالذات، يعني يقول كلير المفروض ان هو يكون موجود، بس اليسون فكره ان هو مصاب 6 اسابيع، اصابه طويله هتخش بيها، هتخش ماتشات صعبه من غيره. كيلر والله مش وحش، انا بشوفه يعني يعتمد عليه يعني. بس لما في فرق برضو ما بين غير اليسون وكيلر، في فرق كبير. واليسون كمان فورمته السنه دي جايه، فورمه عاليه جدا. فده برضو مخلي، عارف انت تحس ان خسارة ان اليسون مش هيبقى موجود. عشان واضح انها اصابه اتجددت، يعني واضح ان هي نفس الاصابه اللي هو لو تفتكر هو غاب ماتشين ورا بعض كيلر لعبهم وبعدين رجع، فواضح ان هي شكلها نفس الاصابه اللي هي اتغاب بسببها الماتشين. طب ما نسالكم سؤال بقى بره الموضوع ده، تتوقعوا الترند بتاع برينتفورد يستمر قصاد مانشستر يونايتد؟ الجون في اول دقيقه وارد طبعا، يعني مش هو ده اللي يجي يوقف برينتفورد ماشي معاه حلاوه اول دقيقه 30 ثانيه. هو او تينج معروف قوي ان هو ما بيتعلمش، ليه ما يعرفش اصلا الترند ده؟ لا، والمشكله ان هو المشكله ان هو عايش اسوء حالاته الدفاعيه في الوقت اللي هو جايب فيه خط الدفاع اللي بيحلم بيه. وشالهم الماتش اللي فات. امال خط الدفاع اللي ما بتحلمش بيه شكله ايه طيب؟
يعني هو جاب ليساندرو و... و ما هو ليساندرو ومزراوي لا ليساندرو ومزراوي وديليخت ديليخت كمان عمل عمليه ما اعرفش اذا كان رجع بيلعب بايفنز و ديليخت وقع ماجواير اتصاب ماجواير ماجواير اتصاب وقع كمان لا اله الا الله الدنيا مزراوي عشان عنده مشكله في عضله القلب اصلا فعمل عمليه وقصه حاجه نيله طب خش على الطبقات يلا طيب اقل واحد جاب نقط الاسبوع ده في الاسبوع اللي قبل التوقف الدولي قبل التوقف انا كان جو مظبوط ما جابش ولا ماتش صح جايب 8 نقط جاب 9 هو ما بيجيبش ولا ماتش صح بياخد 8 نقط والله حلو النظام لا اللي انت بتتفرجش ولا ايه اللي بيجيب النتيجه بس بياخد نقطه يا عم انا طايقكوا عشان لا يا عم العافيه فعلا تاني واحد مروان جايب 10 نقط مروان بشوف توقعاته صح كتير في الريال الدنيا بلد ايه ما بيني وبينك انت جايب ماتش مدريد صح انت جبت ماتش برشلونه انت جبت برشلونه صح كام عمر بقى بالظبط كده عمر جايب ماتش برشلونه صح جايب 11 نقطه يعني الفرق نقطه حلو 8 التوتال مروان الاول التوتال مروان الاول جايب 60 نقطه وصلت ال 60 بعديه عمر جايب 51 نقطه وجو جايب 46 حلو قوي احمد انت بتوع مننا انت بعيد قوي لا يا عم لسه 14 نقطه لا استمر في الضغط فهم كومبارس احنا يا باشا مايك شكرا طيب ندخل على ماتشات الاسبوع ده عندنا توتنهام وويست هام لا لو توتنهام ابدا عشان بص انا اديك فرصه تلعبه انا هسيب الدك يتوقع بدل الجوله دي بص بقى انا هفهمك هو بيعمل ايه هو لو خسر هيلبسها فيك هيشيلها لك يعني يقول لك انا ما لعبتش انا ما لعبتش ولو لو كسبت يقول لك بص انا جايب مين اصل انا قاعد جنبه وبص لوز لوز سيتويشن بيتكلم احنا 20 نقطه فرق لا مش هقول احنا 10 لا 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 مش 14 41 14 46 طيب 14 هو ايه اللي طيب ده الحساب يعني دي بتروح في ماتشين جولتين ثلاثه بالظبط انت اتوقع معايا ايه اتوقع مع الدك خليك انت مع جو ماشي توتنهام وويست هام 2-1 لتوتنهام يلا اللي بعد ماتش في ملعب مين توتنهام بعد هو بيقول بالاول ملعبه 2-1 توتنهام قول يا دك قول انا واثق فيك اقول زي عمر 2-1 لا لازم تقول نماذج مختلفه خلاص ولا تزعل 2-2 ايه 2-2 مروان ايه 2-2 استنى بس انت عايز توقعني ولا ايه ما انا جاي اوقعك اصلا لا لا انا هقول بنفسي انا مش دعوه بالدوك لا باشا باشا خلاص تعتمد لا خلاص ايه تعتمد ايه اللي تعتمد اي ضيف بيجي اي ضيف بيجي هتكسب بقى الضيف بتاع بيطلع معاك في التوقعات هو قال 2-2 تعتمد يا استاذ وائل بعد اذنك اتفضل ازاي ركز يا عم ماشي حاضر ركز هو يعني فيها ايه تركيز انت بتقوله زي ما تيجي تيجي ثلاثه توتنهام ماشي خش على اللي بعده ساوثهامبتون ليستر اتفضلوا 0-0 في الاخر سامع حاسب ساوثهامبتون ليستر ساوثهامبتون ايه ليستر انا بسرعه اقول ادك 2-1 ليستر بس خلاص ارجع جيمي فاردي هيسجل 1-0 ليستر 2-0 ليستر ها يلا بينا نيوكاسل برايتون ابتدي انا خش انت نيوكاسل 2-1 نيوكاسل 2-0 لا مش دورك دور عمر هو الماتش في ملعب نيوكاسل 2-2 ليه ما كنت هقولها لا 2-0 نيوكاسل تمام مانشستر يونايتد برينفورد اتفضل مانشستر يونايتد برينفورد ماشي يا مارك لا بس ماشي 2-1 يونايتد 3-1 لبرينفورد حلو بص مروان لطم 1-1 انا كنت هقول 1-1 ماشي ماشي ابسويتش وايفرتون اتفضل ماتش طالع له ريحه يلا يلا بسرعه يلا بسرعه بسرعه ايفرتون 2-1 سيبه سيبه قول قول يا هيلبس قول 1-1 1-0 للابسويتش اوكي فولهام استون فيلا اقول انا انت احنا ما بنبتديش ابدا ما انت ابتديت يا ابني لسه بادئ يا ابني انت سبت لي ابسوش ماشي اللي سبته لك واحنا ماشيين كده بالدنيا هو في استاذ هو انت اول مره ده ايه ايه يا عم ايه ماشي يا عم بعد اذنك عايزك تقيسني مقاس الوزره اللي فوق خلاص والوزره اللي تحت وتبعت لي المقايسه عشان اعمل الستاير ممكن اشكرك اشكرك اقعد قال له عقبه عايزين نخلص عم النجار بعد اذنك بقى والله يلا باشا ده بطل بلد استون فيلا 2-1 استون فيلا 1-0
قول استون فيلا فرق. قول لا قول انت والله. لا سايبك قول انت. لا قول ده ما انا حلفت خلاص قول. بص طيب. بقى يبقى تعرف ان هم الاثنين شردوا بعض. ده يقول له ده خسرني وده خسرني. هتبقى هتبقى تشريد ضرب ضرب بعضين. هو ده البيف. هم لسه ده هو ده هم هيشوفوا حاجات لسه قدام بس مش هنا. استون فيلا فولهام. استون فيلا 2-1 انا قلت. وانا قلت 1-0 2-0 استون فيلا. ماشي بورموس ارسنال ابتدي انت عشان ده ماتشك. يلا قول يا دوك. يلا 3-1 ارسنال. ماشي 2-1 ارسنال. النتيجه دي احنا قايلينها 3-0. لا هيقول لك 2-1 بورنموث. اصبر او 1-0 بورنموث. ادور عليها في الشيت. اصبر اسمع مني ما تسمعش من مارك في ارسنال. تصدق ان هو مش كاتبها. ودي سقطه. ده يا سقطك خالص يا نسيك بقى من الجدول. لا ارسنال ومين يا باشا؟ بورنموث. انت قلت كام؟ في ملعب بورموس. وانت قلت كام؟ 2-1. انا قلت 3-1. 2-0 ارسنال. اوكي 2-0 ارسنال. وولفرهامبتون مانشستر سيتي. اتفضل يا استاذ عمر. 3-0 السيتي. 3-0. انت ابتديت الماتش اللي فات عشان ما تقولش انا ابتديت شو بتاع وقعد تطدل عليا. ماشي تيجي كده يا باشا قول. 3-1 ولا ايه؟ 5-0 بجد؟ 5-0 يا واو. انا وهالاند يا واو. دي مكالمه بعد الجوله دي. 5-0 لسه. بقول لك نط عليا. انا عايز المكالمه دي تبقى بقول المكالمه دي لازم تبقى ريل. ريل بالظبط. اكلمك في الحفله لايف بعد اذنك كده. بقول لها التليفون اللي لازم تحاول تصل بيه ربما يكون موجود. قلت كام هتمشي؟ كام؟ 5-0. انا همشي مع الدك حاطط. اوكي سيتي وولفز 4-1 سيتي. ماشي قد جاب لي ممدوح على المسرح حالا. ليفربول. بس لو خلصت 4-0 ما تقعدش تقول لي بقى اصل مش عارف ايه. لا يعني برضه 4 قريبه. ده انا هطبل لك على المسرح. لا بقول لك 4 مش 5. 4؟ لا لو خلصت 5 يعني ساعتها بقى يبقى انا برضه اخد حقي. لا تاخد حقي. تمام. ليفربول تشيلسي. انا ولفرهامبتون كسب بس. ليفربول تشيلسي 2-1 ليفربول. 3-1 ليفربول. اتفضل خلاص. 2-2. حلوه. ايه حلو حلو ماشي. نوتنغهام وكريستال بالاس. مروان يا لهوي. نوتنغهام كريستال بالاس. نوتنغهام كريستال. ده ايه ماتش يعني؟ 1-1. هو انت اللي ليه بدأت؟ لا مش دوري. اقول قول انت. نوتنغهام كريستال بالاس. انت قلت 1-1. لا هو اللي قال مش انا. انت قلت 1-1. انا بقول لك قول انت يا عم. قول هو. كريستال بالاس 1-1. الواد ده بيفهم ايه؟ هو انت مش قال مش قال 1-1 جو ولا لا؟ خلاص عشان مش دوري. اقول يا جو. خلاص 1-1. قول انت 2-2 او 0-0. 3-3. في ماتشات ممله كده. 2-2. ماشي 2-1 كريستال بالاس. يلا طيب عندنا برشلونه عندها سيلتا فيجو وريال مدريد. على ملعب السيلتا. على ملعب السيلتا. من سيلتا لسيلتا. ريال مدريد. ريال مدريد 2-0. سيلتا فيجو مش حاسسها. بس سيلتا فيجو دي اللي فيها ايجو اسباس. بس طرد اللي عليه. بيعلم احنا بس. هو طرد الماتش اللي فات بقى. بس هو بيعلم على برشلونه. انت قلت كام؟ 2-0 مدريد. حلوه 2-0 ليه بصراحه. بس 3-0 مدريد. يلا ضروري يعني تعادل 2-1. 2-1 ريال مدريد. اوكي برشلونه. سلمت شرطي للدك. برشلونه اشبيليه على المونجويك. 3-0 برشلونه. ماشي خلينا ماشيين معاه. 2-0 حلوه. 2-0 برشلونه. 3-1 برشلونه. ليه يا اسطى لازم نلبس جون؟ عشان انت لازم تلبسوا جون مش شرط. عشان هتلاقي تشيزني مش هيلعب الماتش. احنا كسبانين يا اسطى 3-0 الماتش اللي فات. هتلبسوا جون في الاخر يعني 3-0 وتلبس جون في 93 وكده. طيب نيجي للتشامبيونز ليج. يا ساتر مفيش دوري ايطالي مفيش حاجه. لا عندنا روما وانتر يعني اللي عايزين تتوقعوه يعني. روما طب ده ماتش كبير. يلا يا عم ده ماتش كبير برلين. انتر 3-0. خش انت بتاع الانتر. انت اقول لك انتر 3-2 مش هتوصل 3-2. انتر 3-2 على روما. روما وانتر على ملعب لازم نلبس جونين احنا بعد الدقيقه 80. هو كده هو سيلو بلدنا كده. انتر 3-1. انتر 2-0. حلو 0 بس لازم يكسب. اخر مره خد الانتر 0 دي ويهرب بيها. هي دي اللي انتر اخر مره جاب كلين شيت كانت ايام الحمله الفرنسيه. هتكسب 2-0. هتكسب 2-0. طب معاك رقم على الواتساب ابعت لي او كلمني. والله لو شفت الماتش هبقول لك. حاضر. طيب عندنا الشامبيونز ليج. عندنا تشامبيونز ده انا اسبوع اخبر الاسبوع ده. عندنا عندنا ماتش واحد نتوقع ماتش واحد. ايوه هو ايوه هو ده برشلونه وبايرن. ايوه الماتش بقى فين؟ في ملعب مين؟ على المونجويك.
عالمونجي ويك عالمونجي ويك يا حلاوة عالمونجي ويك يا حلو عالمونجي ويك يا بركة يلا يا لهوي ومدريد ودورتموند عايزين مدريد ودورتموند اخر ماتشين نختم يعني برشلونة بايرن برشلونة بايرن تلاتة واحد برشلونة يا والا يا والا هتشوفوا بكرة طول عمر 2-0 برشلونة 2-2 انت ما بتحبنيش وانا ما بحبكش وانت ريال مدريد بروسيا دورتموند ولكنه بيتكلم اصلا ماشي ريال مدريد بروسيا دورتموند ابتدي ادك 2-1 ريال مدريد ماشي وعلى سانتياغو 2-0 ريال مدريد 3-0 ريال مدريد يلا 4-0 ريال مدريد يلا يلا اللي بعده يلا في ماتش ثانيه خلاص خلاص شطب يا ابني عندك السوبر المصري شطب يا ابني السوبر المصري سوبر الاهلي والسيراميكا يلا 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 والزمالك وبيراميدز 2-1 لسيراميكا طب ايه ان كيس الاهلي والزمالك في النهائي توقعك ولو ما وصلوش لان اعتمد خلاص اكيد مش هنحسب الاهلي والزمالك لو في النهائي لو الاهلي هيكسب 2-0 ماشي قول يا دوك 3-0 الاهلي على لا بجد لو وصلوا فاينل ده لو وصلوا لو الاثنين وصلوا ولا ده هيوصل ولا ده هيوصل سيراميكا وبيراميدز ما هو كلام ده هو مش هيحدث مثلا اي حاجه ماشي لا ده هيوصل ولا ده هيوصل الزمالك هيكسب هيلعبوا على البرونزيه الزمالك برضه ثالث احسن نادي في مصر بص بقى مهاب بص بقى الكلام بقى ايه يا اسطى في هو ايه انت مهاب زعل ازاي هتاخدوا بص مهاب زعل ازاي مهاب قام مشي ايه ده جت مهاب ولا ايه بص مش انا الكرسي ده هيضرب بص هوبز انا سالت الحلقه هيضرب بالكرسي هو ده الحلقه بس هيضرب الكرسي يا اسطى قال لك ان شاء الله نكسب بقى ايه وايه يكسبوا الزمالك 3-0 على فكره على فكره الزمالك ممكن الزمالك مصر مان سي يورو سوبر عادي ايه ده عشان ايه ده عشان ده بعد الحفله بيوم والناس انت ليه ده متعصب وشك قلب لك يا اسطى هو عبط بقى يا اسطى هو ايه ده ولا ايه الماتش ما اتلعبش يا اسطى في ايه يا اسطى مش رجاله ولا ايه هو بيعتقد ان الماتش اتلعب ماتش ما اتلعبش اديني ليه واحد احنا مش رجاله ولا ايه احنا هادين طول الوقت ايه كده إذن قوم إذن تنتهي هذه الحلقة ونلتقيكم على المسرح يوم الجمعة القادم بإذن الرحمن 25 من شهر ها 10 صح ما هو تخيلت خفت يبقى نوفمبر مش ديسمبر انت الدنيا اتلعثمت معايا فاجئنيش على إذن هي تحياتي الجميع وكفاية رزعاوي لحد كده شكرا سلام عليكم